ان شاء الله هيكون معانا فيها مشرفنا كابتن امين عرابي. وامين عرابي طبعا النهارده هو عضو اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي. كلام كتير جدا عن المواهب الجديده في النادي. وبعد كده ان شاء الله هينضم الينا زمايلنا احمد اسامه ومحمد فارس وفقره خط احمر. خط احمر اللي انتم بتستنوها النهارده من الثلاث للثلاث. خلوني ارحب في البدايه بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سهام. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا سهام. طبعا بمسي على حضراتكم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اكيد عارفين طبعا ان احنا بنترقب حاجه واحده، بطوله ابطال الدوري، المباراه النهائيه اللي طبعا النادي الاهلي خلال المشوار نجح فيها للوصول للمباراه النهائيه، وعلى حساب طبعا الوداد المغربي. طبعا في انتظار النتيجه اللي هيسفر عنها بكره ان شاء الله مباراه الزمالك والرجاء. مباراه طبعا ده مباراه نصف النهائي او العوده يوم 27 نوفمبر. ده يوم اعتقد دلوقتي كل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل من يحب كيان النادي الاهلي، 27 نوفمبر ده تاريخ محفور دلوقتي في ذاكره كل واحد فينا. مستنيين ان شاء الله باذن الله الكاس اللي غابت عننا سنين طويله. يعني عايز اقول لكم ان دلوقتي العمل على قدم من وساق زي ما بيقولوا. موسيماني مع سيد عبد الحفيظ مع الاداره كله بيخطط وكله بيجهز طبعا لهذه المباراه. وان شاء الله باذن الله الثلاثيه احنا مشينا مشوار طويل جدا في دوري صعب حققناه بجداره، ماشيين كويس قوي كطبيعتنا في كاس مصر. لكن طبعا البطوله الاهم هي البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله الثلاثيه تكون يا رب في نصيب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا كلامك مظبوط. والنهارده طبعا يعني عايز اقول كمان انه جماهير النادي الاهلي بصراحه هي اللي بقت مصدر الدعم، خلاص مصدر الدعم والقوه والسند للنادي الاهلي. فلو بتاخدوا بالكم كده النهارده في اللي بيحاول انه يهز استقرارك ويهز فريقك وانه يخرج اللعيبه عن تركيزهم. عايزين نقول لهم ان اسلوبكم عارفينه وبنتعامل معاه كويس جدا على السوشيال ميديا. وفروا جهدكم لحاجه تانية. النهارده النادي الاهلي مش بيتاثر بالكلام ده لانه مؤسسه عريقه، مؤسسه شامخه، يا ريت الكل يتعلم منها. كمان الجماهير بقى عندها يمكن الوعي او الحس ده، وعي ان انت النهارده شايف كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي بيشتغل وبيشتغل بمنتهى الامانه وبمنتهى الاخلاص علشان يفضل النادي الاهلي رقم واحد. فالنهارده رقم واحد النادي الاهلي على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي. عندنا النهارده خاص يعني خبر خاص جدا بمؤسسه النادي الاهلي، المؤسسه الاجتماعيه الكبيره خلاص اللي تم اشهارها، وايضا على المستوى الاقتصادي. دلوقتي احنا مركزين على الحدث الاهم. كل ما بنقرب من المباراه النهائيه لبطوله دوري افريقيا تحديدا قلوبنا بتكون في حاله من الترقب، والترقب ده يعني مغلف بأمنيات، خلينا نقول أمنيات التتويج بالبطولة دي. كلنا مستنيينها وكلنا ثقة في جهازنا الفني اللعيبة لأنهم عارفين كويس قوي أهمية التتويج باللقب ده في التوقيت ده، وعارفين أنه لا مجال للتهاون لا مجال للهزار لحد يوم 27 يناير إن شاء الله في استاد برج العرب اللي هيستضيف المباراة النهائية. هيكون تميمة إن شاء الله الحظ لينا للنادي الأهلي. وفي الوقت اللي الكل بيوفر فيه الدعم للفريق الكروي في خطة فنية خلينا أقول لحضراتكم متميزة جدا علشان يكون عندنا فريق قوي على المستوى الفني والبدني الموسم اللي جاي إن شاء الله. زي ما بيقولوا الكل حدث حديث، لكن أنا حبيت أطمنكم على أنه إن شاء الله فريقنا هيكون في يعني في تألقه، هيكون حاجة رائعة جدا في القريب العاجل، قادر على المنافسة كالعادة، قادر على أنه يحصد كل البطولات سواء المحلية أو الأفريقية. ما فيش إن شاء الله يعني حاجة هتهزه أبدا أو هتهز استقرار. لا طبعا أكيد إن شاء الله، وأنا بأيد كلامك جدا، لأن النادي الأهلي هو النادي يعني أعتقد النادي اللي بيثبت كل يوم جدارته على المستوى التنظيمي على المستوى الاجتماعي كمان من خلال انه مؤسسه كبيره، مؤسسه كبيره داخل دوله كبيره. كمان النادي الاهلي بيثبت كل يوم انه هو النادي من القلائل في مصر بيسير بخطى احترافيه بشكل كبير جدا جدا على مستوى الاداره على مستوى اللاعبين. خلينا اقول لكم كمان واطمنكم، ويمكن طلب لجماهير النادي الاهلي خاصه يمكن في الايام الاخيره بدا بعض الاقاويل على الصفقات. خلينا نتكلم، النادي الاهلي زي ما قلت منظمه الصفقات ان شاء الله دي
في يد الجهاز الفني طبعا بقياده موسيماني مع التعاون مع كابتن سيد عبد الحفيظ. اي اخبار بتطلع احنا ما بناخدهاش وما بنقولش عندنا او فلان جاي او فلان رايح، لان احنا متعودين هنا في قناه النادي الاهلي ومتعودين على مبادئ النادي الاهلي لما بيكون في صفقه رسميه النادي الاهلي بيعلن عليها بشكل رسمي وبشكل جدي جدا جدا. فخلينا كمان نقول لجماهير المحبه للنادي الاهلي كتر الكلام في هذه الصفقات ممكن تعطل بشكل او باخر، خلينا واعيين جدا. احنا عارفين حرب الصفقات دي حرب كبيره جدا. النادي الاهلي باكد لكم ان شاء الله زي ما هو في السنين اللي فاتت وخاصه السنه اللي فاتت، لا كمان هيزداد قوه بشكل اكبر كتير جدا من خلال ان شاء الله صفقات، من خلال كمان ولاد الصغيرين اللي طالعين، من خلال المجموعه اللي موجوده. فكل دوت بطمنكم ان شاء الله النادي الاهلي ماشي في طريقه، ماشي في سكته، وان شاء الله السكه 27 نوفمبر ان شاء الله هي دي اللي بنبص لها. وعلى الجانب الاخر التحضير للموسم المقبل. طيب خلينا نروح بقى نروح لاخبارنا بسرعه طبعا الأرض. نبدا اكيد بالنادي الاهلي، الجهاز الفني طبعا بقياده موسيماني كان قرر قبل كده انه يعني هيدي راحه يومين بس، لا ده مد كمان فتره الراحه اللي بيحصل عليها الفريق لمده 4 ايام على ان يعود طبعا الفريق لاستئناف تدريباته ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. يبدا الجهاز الفني طبعا كل ده استعدادا للمباراه النهائيه يوم 27 نوفمبر، بيستعد ليها بشكل جدي جدا. الجهاز الفني زي ما قلت كان مدي راحه يومين، لكن حس كمان ان اللعيبه محتاجه يمكن كمان 3 4 ايام، لان اعتقد الفتره اللي فاتت كان فيها ضغط عصبي وضغط نفسي كبير جدا على النادي الاهلي، وبالتالي الرؤيه الفنيه الرؤيه البدنيه قال من الانسب كمان ان احنا ندي الولاد كمان 3 4 ايام، وهيبداوا ان شاء الله بدايه التدريب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. باذن الله. الخبر المهم اللي بقول لحضراتكم عليه في بدايه الحلقه على الصعيد المجتمعي والخدمي للنادي الاهلي والدور الكبير يمكن اللي بيقوم بيه النهارده النادي هنا باعتباره بقى هنا قلعه وطنيه كبيره. النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره الاهلي كان بيستقبل بمقر النادي في الجزيره وفد من وزاره التضامن الاجتماعي علشان اشهار مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه. مجلس امناء الاهلي بيضم كابتن محمود الخطيب على راس المؤسسه رئيسا لمجلس الاداره دكتور محمود بجنيد، نائب لرئيس مجلس الأمنة طارق أنديل أمين الصندوق، الأعضاء هم محمد الجرحي، عبد الهادي القصبي، أنيسة حسونة، عبد الوهاب توفيق، محمد الهواري، طارق ثابت وخالد مدين، هشام جمال. عايز أقول لحضراتكم أنه المؤسسة دي هتعمل إيه؟ المؤسسة دي النهاردة هتقدم خدمتها وهتقدم مساعدتها الاجتماعية، هتقدم خدمات علمية، هتقدم خدمات ثقافية تعليمية، هترعى رعاية الطفولة والأمومة جزء مهم جدا من دور المؤسسة دي النهاردة، تقديم الخدمات الصحية أيضا والعلاجية، كل ده المؤسسة هتقوم بيه، كمان رعاية أصحاب الشيخوخة وذوي الهمم الخاصة أو الاحتياجات الخاصة زي ما بنقول، حماية البيئة والمحافظة عليها ليها النهاردة مؤسسة الأهلي كذا دور في التنميه المجتمعيه، التنميه المجتمعيه بقى سموها، التنميه الاقتصاديه، زياده دخل الاسره. انت النهارده من خلال هذه المؤسسه كمان في رعايه للعيبه القدامى اللي النهارده يعني ظروفهم شويه صعبه، شويه بقت طبعا الحاله الاقتصاديه والمعيشيه بقت صعبه على الكل، فالاولى يعني ان تقدم هذه الرعايه طبعا للاعبتنا القدامى، وده اقل تقدير حتى يمكن ليهم كابتن هاني خاصه زي ما انت بتقولي الاهلي ما بيدورش بس حوالين الرياضي، لكن في دور اجتماعي مهم جدا ودور مجتمعي ودور انساني، وخاصه الجزء اللي قلناه اخير انه كمان رعايه اللعيبه القدامى. اللعيبه القدامى خلي بالكم زمان يا جماعه ما كانش فيه كميه الفلوس دي، ما كانش فيه العقود ديت، فالعظماء واساطير النادي الاهلي كان بيلعبوا اكيد حبا للنادي الاهلي، لكن طبعا ظروف الحياه بتضطر بعض اللعيبه القدامى انهم يمروا بظروف صعبه جدا. فالنادي الاهلي مشكورا كمان بيبص لهذه النقطه بايجابيه كبيره جدا وبيدعم هؤلاء اللعيبه لانهم كانوا في يوم من الايام احد الاساطير واحد ابناء النادي الاهلي، وده زي ما قلت النادي الاهلي دايما كل يوم بيثبت انه مش نادي كوره بس، لا ده نادي على المستوى مؤسسه كبيره جدا بيقودها ناس عارفين قيمه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي.
طيب تعالوا نروح بقى لاخبارنا العالميه. احنا عارفين ريال مدريد طبعا بيعلن رفض بيع المهاجم طبعا الصربي لوكا يوفيتش. لوكا يوفيتش طبعا في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه في تقارير صحفيه اسبانيه اتكلمت النهارده ان ريال مدريد هيدي فرصه كمان ليوفيتش في المرحله اللي جايه ومتمسك باستمراره. وطبعا احنا عارفين يوفيتش ده لعيب صربي ويمكن اللعيب ده انتقل من موسم 2019 من فرانكفورت. فرانكفورت طبعا النادي الالماني انتقل بمبلغ 60 مليون يورو، مبلغ كبير طبعا. وكان يوفيتش ساعتها مكسر الدنيا بصراحه في البوندس ليجا، استعان بالريال، لكن يمكن في الفترات الاخيره ويمكن يعني زيدان اشركه في مباراه وما كانش على المستوى الطيب، يمكن قعد كمان بنزيما وما اداش بشكل جيد. لكن في طبعا بعض التقارير بيقول ان زيدان مش عايزه، لا التقارير النهارده بتقول لا ان يوفيتش ده موجود في الريال وان زيدان هيديله فرصه ثانيه وهيشوفه مره ثانيه قبل ما يعرضه للبيع في فتره الانتقالات الشتويه. بس هو منحه اكتر من فرصه الحقيقه، وانت النهارده لحد دلوقتي ما هزتش شباك المنافسين، ففي حاله استياء واضحه جدا من خلال التقارير اللي احنا يمكن قريناها النهارده. صحيح. من وضع يوفيتش كمان يعني هو كان في فرانكفورت 2019 كان احد هدافي الدوري الالماني وده شيء يحسب له، لعيب كان على مستوى جيد جدا، وده بيدينا ان مش كل لعيب ممكن يلعب في يعني ممكن يؤدي في شكل. فرانكفورت مش من انديه القمه في المانيا، انديه متوسطه بتادي بشكل جيد، لكن الريال طبعا عليه ضغوط وبيلعب نجوم كبار زي بنزيما وبالتالي الضغوط بتكبر. لكن زيدان متمسك يعني قال هدي له فرصه ثانيه لغايه فتره الانتقالات الشتويه. هنشوف. نروح بقى للأسطورة الهولندي أريين روبن. أريين بعد ما رجع من الاعتزال قصته حلوة جدا يا جماعة. النهاردة روبن بيرجع علشان يساند فريقه الأصلي، فريقه الأصلي جرونينج الهولندي في أزمته المالية. النهاردة في أزمة بعد كورونا، في إصابات. روبن النهاردة هيتدرب بشكل منفرد لمدة شهر علشان يستعيد لياقته البدنية ويشارك مع فريقه تاني، لأنه قعد سنة كاملة في البيت. هو كان معتزل خلاص اللعب وقال أنا اعتزلت خلاص، لكن دي خطوة اندلت فبتدل على أن هي يعني إيه الوفاء ده؟ ايه الوفاء؟ لانه النادي ده يعني يعتبر او يعني نادي كبير بس بيمر بازمه ماليه النهارده، وانت النهارده لما بتستخدم اسم روبن في الدعايه وعقود الرعايه فدي برده مش حاجه سهله، هتوفر عليك الازمه الاقتصاديه اللي بيمر بيها مش بس نادي، كل المجالات اتاثرت. فقد ايه يعني روبن بيدي مثل فعلا زي ما دي حقيقه يعني بيدي مثل كويس قوي، وبعض اللعيبه دايما بتحاول تنهي تاريخها وخاصه النجوم الكبار. يعني هو ما بيدورش خلاص على عقد، خلاص هو يعني ممكن يلعب سنه في ليفل اقل شويه. طبعا روبن من اساطير المنتخب الهولندي وكان طبعا نجم كبير وكان جدا في البايرن قبل الموسم ده 18 19. فهو فرقته القديمه اللي نشا منها بتمر بظروف ماديه، فقال خلاص هلعب سنه لمده سنه على اساس طبعا اسمه ممكن يجيب يساعد طبعا يعني يجيب سبونسر يعني. لكن طبعا مع السن طبعا عنده اصابه، وقال ان هو يعني في خلال الاصابه دي هيتعالج لمده شهر ويرجع تاني لمساعده هذا الفريق. طبعا هنروح بقى لاسطوره جديده طبعا ابراهيموفيتش. طبعا بيرلو المدير الفني لليوفنتوس اعلن ضم يعني هنسيب ابراهيموفيتش دلوقتي الخبر اللي بعديه لان عليه كلام كتير جدا، لكن كريستيانو رونالدو ايضا اسطوره كبيره جدا. طبعا هو هيسافر المجر عشان مباراه بكره ان شاء الله. احنا عارفين اليوفنتوس برضو في دوري الابطال، رجع رونالدو بعد في الدوري الايطالي، احنا عارفين كان طبعا عنده فيروس كورونا، رجع في الدوري الايطالي ويمكن كان اليوفنتوس متعادل مع احد الفرق الضعيفه شويه في الدوري لغايه الدقيقه تقريبا 63 او 65 تقريبا، نزل رونالدو بعد خمس دقائق بيحرز هدف تقريبا ثاني لمسه ليه ويفوز اليوفنتوس باربع اهداف مقابل هدف. تالق رونالدو في فترات صغيره جدا، احنا عارفين طبعا ان اليوفنتوس يعني على المستوى السيريا من نادي الابطال يعني دايما، وبيرلو اول سيزون اللي بيأدي بشكل جيد جدا جدا. اليوفنتوس بكره هيلاعب يعني في بطل الدوري المجري في دوري المجموعات في الشامبيونز ليج الاوروبي، وبالتالي اكيد رونالدو هيكون ليه دور ودور مهم جدا في وصول طبعا اليوفنتوس دايما من الفرق اللي بتوصل للادوار النهائيه. خلينا نتكلم على
اكيد دوري المجموعات بيكون فيه صعوبات شويه، لكن اليوفنتوس كان اليوفنتوس بنتكلم على البايرن، بنتكلم على برشلونه، ريال مدريد، بي اس جي، دورتموند، كل ديت الفرق الكبيره اللي بننتظر وصولها للدور الثمانيه او دور المجموعات في الشامبيونز ليج. وبالتالي اكيد رونالدو بكره اكيد هيكون له دور كبير جدا مع اليوفنتوس. طيب نروح لبريموفيتش، لانه الحقيقه النهارده متصدر ترتيب هداف الدوري الايطالي. نادي ميلان بيخطط النهارده انه يمدد عقده، عقد ابراهيموفيتش بينتهي خلاص بنهايه الموسم وعنده 39 سنه، لكن ميلان عايز يجدد له لحد 22. فنهارده في جلسه بتتم ما بين اداره الميلان ومين رايولا، ده وكيل ابراهيموفيتش، عشان يحسموا هذا الامر خلال طبعا الفتره اللي جايه. النهارده كمان يمكن محمد صلاح يعني يمكن بيحقق معادله او بيستهدف معادله طبعاً. طبعا رقم الانجليزي. ومحمد صلاح يعني انت كنت عايز تتكلم عنه، انا عارفه محمد صلاح طبعا النهارده عنده كمان دايما محمد صلاح بيكسر الارقام القياسيه. محمد صلاح النهارده ان شاء الله لو جاب جول في مباراته النهارده مع ليفربول هيكسر الرقم الانجليزي مايكل اوين، احد طبعا الهدافين التاريخيين في انجلترا وليفربول في دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح لغايه دلوقتي عنده 20 هدف، طبعا للوصول للهدف 21 عشان على الاقل يعادل رقم اوين، وصاحب طبعا ال 22 هدف ده كان بقميص الفريق الانجليزي في بطوله دوري اوروبا. تعال ان شاء الله يعادل الرقم ويكسره كمان ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب. ودلوقتي بيقولوا ليفربول جاب جون اوريدي محمد صلاح، قول لي محمد صلاح جوتا. اوكي لا مش محمد، ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. ان شاء الله. بتكلم بقى مع عمر البنوبي، هسيبكم تتكلموا في الموضوع ده ان شاء الله بعد الفصل. بيت الكبير، بجدد التحيه لحضراتكم، وكمان بجدد التحيه لكل يوم ثلاث مع الناقد الكبير عمر البنوبي. عمر مساء الخير عليك، منورنا وبننتظر كل يوم ثلاث عشان نتكلم على حاجات كتير جدا. نكلمنا ايه النهارده؟ انا والله بنتظر كل يوم ثلاثة عشان اشوف حضرتك كمان وعشان اشوف يعني جمهور شاشه قناه النادي الاهلي. ده شرف كبير ان انت كل اسبوع عندك فرصه تتكلم مع جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه. منورنا. واحنا بنتكلم معاك دلوقتي عمر في مباريات تشامبيونز ليج شغاله، صلاح وكوكا، يعني كوكا كمان بيلعب قدام المان سيتي، صلاح بيلعب ضد اتلانتا. كان اعتقد كمان الاسبوع اللي فات كان في شيء كلنا وقفنا عنده كمصريين وكنا فخورين بيه، وجود النني او شاره الارسنال على دراع النني في مباراه اليوروبا ليج او كاس اوروبا. فانت شفت ده ازاي عمر من وجهه نظرك؟ وكمان نتكلم شويه على الحته الفنيه وتالق النني بعد غياب عن البريمير ليج. يعني طبعا هي كانت حاجه مشرفه جدا للجيل ده من اللعيبه، انه الجيل ده من اللعيبه قدر انه يبقى عنده لاعب موجود في واحد من اكبر الانديه في العالم نادي ارسنال ومن اعرق الانديه الانجليزيه، ويكون كمان معاه شاره قياده النادي ده. يمكن هي مش اول مره في تاريخ اللعيبه المصريين، عندنا برضو كنا اتكلمنا عنه هنا قبل كده في بدايه لما اتكلمنا عن اليوروبا ليج او يويفا كاب، كابتن مجدي طلبه مع باوك في بطوله يويفا كاب 92 كان شاره القياده على كتفه لنادي باوك قدام باريس سان جيرمان، كان اعتقد دور ال 32. هي كانت لها قصه في باوك، كان وقتها شاره القياده انت حضرتك عارف انه في ثلاث مواقف او ثلاث انظمه لمنح شاره القياده، منها الاقدميه وده شائع في كتير وموجود هنا في مصر بالتاكيد موضوع الاقدميه، او باختيار المدير الفني هو اللي بيرتب الكباتن بتوع الفريق، او بالانتخاب. في الوقت ده كان بالانتخاب في نادي باوك، وكان في اثنين كباتن تم انتخابهم اوريدي. الصوره كمان قدامنا بالظبط، والثالث كان تم انتخاب كابتن مجدي طلبه، كان بدا يتكلم يوناني ومتواصل مع اللعيبه كلها وعلاقته بالاداره كويسه وشعبيته بقت كبيره هناك في وقتها، لانه ده كان ثالث موسم او رابع موسم له مع نادي باوك، فلانه بقى من 89 لحد 92، فوقتها نزل ماتش باريس سان جيرمان ومعاه شاره القياده. اعتقد ان النني تفوق انه كمان موجود في نادي كبير جدا واسم صحيح. كبير جدا في الدوري الانجليزي. فكره كمان ان النني خد انتقادات كتير جدا طول السنين اللي فاتت، يعني بعد خطوه بازل وانتقاله لارسنال الناس ممكن بعض الاراء حتى فنيين الناس المتخصصه شايفين انه النني ما يستحقش يكون موجود في ارسنال. ما اعتقدش ده حقيقي، يعني انت بتتكلم على بعض النقد هنا في مصر، النقد هنا في مصر مش بره، لانه بره الوضع مختلف، التقييم تقييم فني، ممكن مدرب ما يبقاش عاوز النني زي ما شفنا قبل كده بعد ارسن فينجر ما مشي، لكن لما
جه ارتيتا هو قال انا مؤمن بقدرات محمد النني وشايف انه ادي بشكل كويس، ولما رجع من باشا اكتشف من الاعاره اللي قضاها السنه اللي فاتت وعمل مواسم عمل موسم كويس مع باشا اكتشف. لما رجع ارسنال هو رجع بنضج اكبر بخبرات اكتر، فقدر انه يؤدي الاداء اللي احنا شايفينه دلوقتي. استحق انه طبعا يكون كابتن فريق ارسنال في مباراه اليوروبا ليج قدام دوندولك الايرلندي. اعتقد انه الفتره اللي جايه هتكون افضل بالنسبه لمحمد النني لانه الاداء بيتطور معاه طول الوقت. يمكن هو حتى حاسس بده وقالها بعد مباراه مانشستر يونايتد، قال انا بحاول ان انا اطور نفسي، ما ببصش المنافس اللي بلعب ضده وبحاول ان انا يعني اقدر. حد تقريبا بعد في المؤتمر الصحفي قال له انت بتلعب او انت كان عندك مهام صعبه جدا مع افضل ثلاث لعيبه وسط على مستوى العالم، يعني كان احساسك ايه؟ زي ما انت قلت كده، هو بيتكلم على بيحاول يطور نفسه وبيحاول ما يبصش منافس. بالظبط، يعني انا اعتقد ان هو اللي جاي كمان هيكون افضل من كده لنني، لانه كان الخوف على نني وجود توماس بارتي. يعني كنت اتكلمت مع هيلر وده كان لعيب خط وسط ارسنال في التسعينات، فقال لي ان نني مشكلته لو توماس بارتي هيلعب اساسي نني هتبقى فرصته اقل. لكن اللي احنا شفناه ان ارتيتا اعتمد على توماس بارتي واعتمد على نني مع بعض، وقدر ان هو كمان يعملوا ثنائيه كويسه جدا قدام مانشستر يونايتد. وانا بكلمك طبعا الشامبيونز ليج شغال، ليفربول 2-0، نتمنى ان صلاح، وكنت بتكلم على صلاح يمكن في الانترو، ان محمد صلاح كمان ان شاء الله لو جاب جون النهارده هيعادل رقم قياسي مايكل اون. مايكل اون 21 جول وصلاح 20، لو صلاح جاب جولين النهارده يبقى خلص، يبقى عادل الرقم وعدى يعني 2-0. بس لسه صلاح يعني لسه الماتش لسه تقريبا بقاله دلوقتي 25 دقيقه بالظبط، 2-0 ليفربول لسه كتير. لسه في وقت كتير ممكن صلاح يسجل، واعتقد انه محمد صلاح عنده ثبات مستوى دلوقتي، وده شيء هايل جدا، واعتقد انه ان شاء الله يحقق يعني هو هيواصل كسر الارقام القياسيه الفتره اللي جايه ان شاء الله، نتمنى له التوفيق. لو بنتكلم على البريمير ليج شويه، خلينا الاسبوع اللي فات انتقال احمد حجازي، انتقال احمد حجازي للاتحاد السعودي، شايف الانتقال ده ازاي؟ هل ليه تاثير على المستوى الفني لحجازي؟ الدوري السعودي اكيد دوري قوي ولكن لا يقارن طبعا بالبريمير ليج، شايف انتقال حجازي ازاي للاتحاد السعودي؟ يعني خليني اقول لحضرتك شويه من الكواليس. انا كان لي مكالمه مع حجازي، اتكلمنا شويه مع بعض، لكن كمان كنت كلمت جاري تومسون، وهو من نجوم واساطير نادي ويست بروم، وكان افضل لاعب اعتقد 84-85 كان افضل لاعب في الفريق. بالمناسبه كان بيلعب جنبه مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الاهلي في الوقت ده في ويست بروم، فهو اتكلم، هو مهتم قوي باخبار ويست بروم. فقال لي الكلام في النادي كله انتقادات لاداره ويست بروم على انها فرطت في احمد حجازي. ايوه يعني الاداره الفنيه عمر، ولا مش الاداره الفنيه، انا بتكلم على الاداره، البورد نفسه يعني مجلس الاداره هو اللي ضغط، رغم انه لو فاكر قلت مع حضرتك هنا قبل بدايه البريمير ليج مع اول ماتش لويست بروم سلافن بيليتش هيبقى عنده مشكله لو ما اعتمدش على حجازي. مظبوط، اللي عرفته ان سلافن بيليتش في الاول كان عاوز حجازي يمشي، وفجاه لما لقى النتائج اتدهورت في اول اربع اسابيع زي ما توقعنا هنا، والحجازي لعب وادى المباراه اللي لعبها، فعاوز يخلي حجازي يقعد. هنا الاداره كانت واخده قرارها، وحجازي نفسه على فكره يعني الانتقال تم بسرعه جدا. صحيح. والموضوع ما كانش سهل بالمناسبه، يعني لانه كمان حجازي بالنسبه له هو ما كانش عنده مشكله انه يكمل في البريمير ليج، لكن خطوه الاتحاد جد انا شايفها ايجابيه بالنسبه لحجازي، لان هو خبراته الفنيه عاليه، حجازي 29 سنه برضه، فخبراته الفنيه عاليه، هو لاعب دولي موجود في منتخب مصر، مكانه محفوظ في منتخب مصر طول ما هو بيادي وطول ما هو بيشارك. يمكن مشاركات حجازي كانت هتبقى اوكي مفتوحه، وهيبقى عنده فرصه يكمل مع ويست بروم الموسم كله، لكن تدخل الاداره هنا هو اللي عمل مشكله، لانه على فكره هم عايزين يوفروا فلوس. حجازي من اعلى الرواتب في فريق ويست بروم، وهم عايزين يجيبوا فيرويد، لكن فيرويد على حساب الدفاع هتبقى لهم مشكله برضه. يعني اعتقد وهم بيخططوا يعني في البري سيزون اكيد بيقعدوا مع المدير الفني، فاكيد هو زي ما انت قلت هو في الاول قال ممكن جدا طلب محتاجش. هو طلب وقال نوفر فلوس ونجيب فيرويد. بالظبط، قال نوفر فلوس نجيب بيها فيرويد، ده اللي انا عرفته متاكد منه من الكواليس. فلما لقى النتائج تراجعت هو لا ده عايز اكمل حجازي يكمل، قال له خلاص احنا الموضوع انتهى وفي ترانسفير جاي في اخر يوم في اخر وقت. راح اتحاد جده. اتحاد جده فريق كبير عنده تاريخ كبير في الدوري السعودي، اعتقد انه كمان حجازي هيحجز مكانه اساسي، وده حصل من اول مباراه، وكان الديربي جده اهلي جده مع اتحاد جده ادى بشكل كويس جدا. اتحاد جده كسب من فتره
فتره طويله ما كسبش الديربي. من 8 سنين بالظبط، 8 سنين ما كسبش الديربي زي ما حضرتك قلت. فواضح ان كمان حجازي بادئ بمعنويات مرتفعه، اتمنى له التوفيق وهو مكانه محفوظ في منتخب مصر طالما بيشارك بشكل اساسي. اعتقد ان مستواه هيبقى يعني اعلى من اللعيبه اللي حواليه، وده هيديله فرصه ان هو يحافظ على مكانه. انا اتكلمت في النقطه دي باختصار ان كمان يعني بعض الناس كان بيتلمح ان الفلوس الموضوع مش موضوع خالص. فلوس خالص، الموضوع ان ممكن حجازي كمان هو فكر يعني خلاص في مشكله في الاداره، ممكن جدا حتى لو قعد ما يلعبش. هو يعني عارف حجازي دايما بيحب يكون موجود في الملعب بالظبط، فوجوده في الملعب ده مهم، وده شيء غالي جدا على اللعيب، وكمان على المستوى المادي اكيد هيستفيد بشكل اكبر. لكن كان هدفه الاول ان انا اكون متواجد، ان العب مباريات بصفه مستمره. الدوري السعودي لا باس به، فهيكون رجليه في الملعب بشكل جيد، وده اللي حققه يمكن في اول مباراه. وانا اعرف ان حجازي كمان ترند دلوقتي على مستوى كل الدوري السعودي، الناس يعني الناس مبسوطه منه جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالمناسبه عشان ناكد على الحكايه دي، حجازي مش عقليه اللعيب اللي فكر في الفلوس خالص، لان انا قريب من حجازي بتكلم معاه على طول. بالعكس، حجازي لما اختار انه يكمل في وست بروم وهم نزلوا تشامبيونشيب، اعتقد انه كان قرار صعب جدا، لكن قرار هو كان حاسبه كويس، وكان شايف ان في بروجكت ان الفرقه تصعد. الفرقه صعدت، حجازي لما ضحى مجبرا بالبريمير ليج يعني، وخد خطوه تانية هو برده شايفها خطوه كويسه في مشواره، وبتمنى له فيها التوفيق مع اتحاد جده. هو عمل ده لانه كان ممكن يكون عارف او مستوعب فكره وقاري المستقبل شويه ان ويست بروم بقائه هيبقى صعب، لانه الاضطراب الاداري ده بالمناسبه الاداره بتاعت ويست بروم بتتهاجم علشان الصفقه زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام، بيتهاجموا ان انتوا ازاي تفرطوا في لعيب يعني الدفاع محتاجه، لما نزل ادى بشكل كويس. هو مش لعيب لا مصاب ولا بعيد عن مستواه ولا الكلام ده، لا هو لما نزل ادى، وحجازي عنده خبره في البريمير ليج، لعب سيزون كامل وادى فيه على اعلى مستوى. لكن اعتقد ان الخطوه اللي جايه لحجازي برده يعني هتكون، لان هو معار لحد دلوقتي يعني، هو حجازي معار بنية البيع. بنية البيع. فأعتقد برضو أن حجازي حتى يعني لما يقضي فترة كويسة مع اتحاد جدة، أعتقد أنه قدامه ياخد خطوات تانية كمان. طب نرجع سنة برضو للأوروبا ليج، وكنا بنتكلم على مجدي طلبة، وتكلمنا على طبعا النني، لكن كمان عبد الستار صبري. عبد الستار صبري كان يعني أهلاوي كمان. طبعا أهلاوي، ويعني خرج لأوروبا عن طريق النادي الأهلي بسيناريو. يمكن رحلة عبد الستار صبري تقدر تقول عليها ان هي فيها قدرية شوية زيادة. عبد الستار صبري من اللعيبة اللي ما بتخططش شوية في الوقت ده، كان صغير برضو في السن، مش مخطط، ما فيش كارير بلان انه هيروح يلعب في اوروبا وياخد خطوات وكده. هو كان جاي النادي الاهلي، لكن كان الاهلي لسه متعاقد مع كابتن سمير كمونة من المقاولين قبلها، وواخد اعتقد كابتن احمد نخله برضو اعتقد كمان يعني، فقالوا لا مش عارف ناخد ثلاث لعيبه مره واحده، لازم نطلعه ترانزيت ونرجعه تاني. يعني ده كان التفكير وقتها. يعني هو كان في التسعينات يعني، الكلام ده كان 96. فلما طلع كابتن عبد الستار صبري يعني، لان انا بحبه جدا، هو من الناس الشخصيه محترمه ولعيب جدا، لعيب كمان على المستوى، لعيب لا لعيب حريف، لعيب من اللي خلونا نحب الكوره يعني. ده حقيقي. فهو لما طلع عن طريق النادي الاهلي، لانه كان وقع انضمام للنادي الاهلي، ثم راح على نادي تيرول النمساوي على انه هيتمرن شويه ويرجع على النادي الاهلي. لكن هناك احتاجوا له، الجمهور شافه نزل ماتشين بيأدي كويس، لا احنا عايزين اللعيب ده، طب نكمل. رئيس نادي تيرول كان صديق كابتن صالح سليم الله يرحمه، كلمه في التليفون قال له لو هو عاوز يكمل يكلمني، يقول لي انه عايز يكمل في اوروبا، واحنا ما عندناش مشكله، مش عايز يعني مش عايز يرجع على الاهلي، مفيش مشاكل، يروح بس تقول انتوا اتنين مصر. تاني يوم كانوا في مصر، قعد قال لهم عايز حق النادي الاهلي الاول، لانه اللعيب ده ماضي يقعد مع النادي الاهلي، خدنا حق النادي الاهلي، انا عايز اللعيب ده يتعامل احسن معامله عندكم، لان ده انا بعتبره ابني. كابتن عبد الستار بيحكي الحكايه دي على طول، لانه هو بيعتز جدا بالكابتن صالح سليم من الموقف ده كمان، وكان بيقول بعد كده بيقول بقيت استشيره في كل شيء، كل خطوه اخدها في اوروبا. يمكن مع تيرول شويه لعب عبد الستار صبري موسم ونص، وفجاه جاله خطوه تانية نروح ارو سويسري، كانوا بيلعبوا دوره الهبوط، البقاء في الدوري بالظبط، فهم سبع ماتشات تقريبا، راح جاب جونين وعمل ماتشات عاليه قعدهم في الدوري. ساعتها اري هان كان بيتفرج عليه، كان مدرب هولندي كبير طبعا، وكان بيدرب باوك وقتها، فشافه مع ارو سويسري وقال انا محتاجه معايا، اخده على باوك اليوناني. من هنا ظهر لاول مره بقى كابتن عبد الستار صبري في اليوروبا ليج، يعني كانت اول مشاركه له مع باوك اليوناني. كان اول ماتش مع لوكوموتيف تبليسي الجورجي، فرقه مش قويه قوي، لكن ماتش خلص 7-0، عمل جون من السبعه وسجل جول. الجول ده سجل جون في سجل جول يعني اول مشاركه ليه، اول مشاركه ليه في اليوروبا ليج، سجل جول. يمكن الجول معانا على الشاشه دلوقتي يعني، دي كانت سنه كام يا عمر؟ ده 99 99 بالظبط. يعني شوف هو هيستلم، شوف هيعمل ايه.
لا, لا هو طبعا لعيب هايل يعني وستايل حلو يعني عبد الستار من ستايل بيلعب برجليه الشمال بشكل اكتر من رائع. لعيب يعني هايل بصراحه بالظبط يعني هو في وفي الفتره دي لما تساله يقول لك ان دي من احسن الفترات اللي لعبتها في اوروبا لان هو دخل على باوك الفريق باوك فريق كبير في اليونان شعبيه يعني كبيره يعني هو يعني الفتره دي احسن من البرتغال البرتغال هو مشكلته انه لو كان ما هو احنا يعني صحيح. هو بعد الماتش ده لعبوا بنفيكا فهنا جت النقله اوكي بيلعبوا باوك بيلعب بنفيكا فعبد الستار صبري الماتش الاولاني مقطع فرقه بنفيكا في الذهاب خلص 2-1 في اليونان 2-1 لبنفيكا راحوا يلعبوا الماتش العوده فعبد الستار صبري كسر الدنيا وسجل جول ويعني سجل جول في بنفيكا برضه ضربه ثابته كده حطها جول وكان ساعتها مدرب بنفيكا يوب هاينكس المدرب الالماني عبقري طبعا. في الوقت ده فيوب هاينكس اصلا صديق اريهان بعد ماتش الذهاب قال له انا عايز اللعيب الاسمراني اللي في الفرقه دي فقال له بس ده انا لسه جايبه والموضوع هيبقى صعب بس ممكن تتكلم مع النادي هما كانوا اصحاب ف حكى لي كابتن عبد الستار صبري يقول لي دخلت اعمل تحليل منشطات بعد الماتش لقيت الاداري بتاع المرافق للعيبه بتاعه بنفيكا بيقول لي احنا خلاص اشتريناك ده بعد الماتش بعد الماتش على طول بيقول له اشتريناك يا ما اعرفش حاجه انا اصلا مش عايز امشي من باوك كانش عايز يمشي من باوك لانه اكتسب شعبيه هناك بسرعه لانه ماتشات الدوري سجل فيه ماتش سجل فيه جونين ماتش سجل جول سجل اربع تجوان في الدوري ماتشات اوروبا عملت له شعبيه بالجونين اللي سجلهم في بنفيكا وفي لوكوموتيف بعدها هو بيقول لي بقى اري هان صاحب يوب هاينكس فظبطوا الموضوع مع بعض جينا في ماتش العوده خلاص اتعادلنا وصلنا للبينالتيز وانا كنت رقم واحد في تسديد البينالتيز بيقول لي لقيت اري هان سحبني قبل البينالتيز على طول فبقول له في ايه انا عايز اكمل الماتش قال له انت خلاص انت رايح بنفيكا بعد الماتش هو انتهى يعني ده اسرع ترانسفير اعتقد اسرع ترانسفير يعني ما كملش اربع شهور بالظبط ما كملش تقريبا 3 4 شهور في باوك ومكسر الدنيا لدرجه ان على فكره بمناسبه الموضوع ده واقعه ما تتنسيش في اليونان حصلت جمهور باوك كان هيتجنن انه ازاي عايزين يبيعوا عبد الستار صبري لعيب ما صدقوا جالنا الستايل ده بيقول لك مجدي اربع شهور بس بيقولوا مجدي طلبه الجديد هم دايما بيقارنوا اي لعيب في باوك بمجدي طلبه ف وقتها حصل ثوره من الجماهير في اليونان على رئيس النادي فرئيس النادي راح جاب عبد الستار صبري قال له بص انت هتعمل مؤتمر صحفي وهتطلع تقول ان انت اللي طلبت تمشي لان الجمهور مش موافق وهيعمل مشكله واحنا محتاجين فلوس والمبلغ اللي جاي بنفيكا هيدفعه كبير وفعلا عمل مؤتمر وقال انا يعني عايز امشي وبعد كده راح زارهم مره تانية بعد كده يعني اكتسب شعبيه جامده قوي هي الفكره كلها ليه باوك كانت فتره الاربع شهور دول افضل من اللي عمله مع بنفيكا لانه في بنفيكا هو ادى كل الاداء الحلو مع يوب هاينكس بمجرد ما جه مورينيو الكلاش ابتدى لانه مورينيو مدرب من المدربين ده ورانا مع صلاح مع صلاح ومع عبد الستار يعني مورينيو مشكلته في حاجه انه جه لما جه شاف عبد الستار صبري هو عبد الستار صبري من نوع اللعيب الحريف اللي عاوز ياخد الكوره ويتحرك ويرقص ويشوط وكده فقال له لا انا بلعب بطريقه محدده انا محتاج ان انت تلعب على الخط ما تلعبش في قلب الملعب ما تدخلش جوه عايزك تلعب على الخط بس قال لا انا ما بلعبش كده وعنده في التمرين بقى عبد الستار صبري من نوع اللي ما بيتفهمش برضه يعني. نزل التمرين يعمل اللي هو عايزه لعب معاه ماتش في بطوله اوروبا في اوروبا ليج وكام ماتش في الدوري كده وبعدين قال له لا انت مش تنفع معايا راح كابتن عبد الستار صبري بقى جمع اللعيبه اللي هم من افريقيا ومن اصل افريقيا واعترضوا على مورينيو مع الاداره وعمل ثوره هناك يعني مع ان عبد الستار يعني ما تحسش كان شعبيته كبيره جدا هناك لدرجه ان يعني شفت ريبورت من التلفزيون البرتغالي وقتها مصورين وهو طالع من النادي وانه متضايق ويتكلموا مع مورينيو لدرجه ان مورينيو عمل مؤتمر صحفي قال لهم لا هو بيقول ان انا ما اتكلمش معاه انا اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه واربعه وبرضه مصمم هو هنا مش في السالونيكي على اليونان بقى بيقول لهم ما انت عارف بقى مورينيو بيخبط على طول هو هنا ينسى انه في السالونيكي هو هنا في بنفيكا يعني كان موقف صعب جدا وبالمناسبه يعني هو عبد الستار صبري فعلا جنن مورينيو في الوقت ده لانه اكتر لعيب خد فرص استنزف فرص مع مورينيو يلعبه ويعمل اللي في دماغه برضه ينزل الملعب يعمل اللي في دماغه عبد الستار لعيب رائع ولو اتكلمنا على يعني اتكلمنا على اليونان لازم دلوقتي كمان نتكلم على كوكا بيأدي بشكل جيد جدا كان ليه تصريح قبل المباراه يعني امبارح كان بيقول هو بيلعب قدام المان سيتي وامنيه حياته انه يحقق هدف في سجل هدف طبعا هو بالمناسبه لغايه دلوقتي النتيجه 1-0 المان سيتي مانشستر سيتي الماتش صعب برده بيلعبوا في انجلترا وفرقه اولمبياكوس فرقه كويسه لكن اولمبياكوس عنده بعض العناصر عنده خبره زي فالبوينا عنده يوسف العربي جاب يلعب جنب كوكا
في الهجوم، عنده اكتر من لعيب كويس يقدر، عنده ماسوريس كمان لعيب كويس جدا ولعيب قوي وبيسجل اهداف، لكن طبعا فرق السكواد ما بين اولمبياكوس وما بين مان سيتي هيبقى صعب قوي ان انت تتعوض، لكن اتمنى انه كوكا يسجل هدف ويحقق اللي بيحلم بيه، لانه برده المباريات الكبيره دي بتصنع نجوم. هو سجل هدف في اول، يعني هو لعب 6 دقائق يوروب تشامبيونز ليج، سجل جول في مارسيليا وجول فوز 3 نقط بتوع الجوله الاولى. اعتقد انه يعني اتمنى له ان هو يسجل النهارده، بس انا شايف انه يعني فرصه كوكا انه يكمل ويكمل على المستوى ده، انه يتواجد يكمل في اولمبياكوس اليوناني، لانه كوكا في اولمبياكوس اولا اكتسب شعبيه كبيره، هم بيحبوا المصريين جدا هناك. النقطه الثانيه انه الفريق نفسه فريق يساعد كوكا انه يسجل اهداف، الطريقه اللي بيلعب بيها بيدرو مارتينيز في اوفرات، في لعب ساعات فرص كتير، بيوصل كتير للجول، الاستغلال لقدرات كوكا الفنيه والبدنيه بشكل بيخليه ينتج في الملعب. لو بصينا على ارقام كوكا هنلاقيه مسجل هدفين المباراه اللي فاتت في الدوري، سجل هدف قبلها وعامل هدف في الدوري برضه، فواضح ان هو فايق من اول الموسم. السنه اللي فاتت كان نفس الكلام في الاعاره، المدرب اللي معاه مدرب يعرفه، مدرب برتغالي، هو لعب في البرتغال كتير وبيتكلم اللغه، فالتواصل سهل، ده مسهل عليه جدا اكتر من انه يكون معاه مدرب يوناني. يعني بمناسبه الكابتن عبد الستار صبري كان عامل حاجه غريبه جدا هناك في باوك، بمناسبه حته اللغه دي، ان هو ما بيتكلمش يوناني طبعا ولسه رايح، كان جايب مترجم ومقعده جنبه على الدكه، ما حصلتش في التاريخ، على الدكه في المباراه، على الدكه في المباراه يقعد جنبه لحد ما ينزل الملعب، بعد ما ينزل الملعب هو بيتفاهم بقى مع الباقي. يعني هو كان هي النقطه كده. فكوكا الموضوع بالنسبه له الحياه متطوره شويه اكتر، ومتابع كويس ومتشاف كويس، بيلعب تشامبيونز ليج، فاعتقد انه الفرصه دي مش هتتعوض تاني، لانه انتقال كوكا لفريق يلعب تشامبيونز ليج بعد اولمبياكوس مش هيبقى سهل. انت ممكن تتواجد حتى لو في دوري انجليزي، لكن مش هتتواجد مع فريق بيلعب تشامبيونز ليج، لكن ان انت تحافظ على فكره تواجدك المستمر كل سنه في التشامبيونز ليج، ودي من الحاجات اللي انا نفسي تتغير في عقليه اللاعب المصري لما يجي يحترف، دور على فريق يظهرك في اوروبا ليج فعلا، لان بيلعب في تشامبيونز ليج، لكن مش فكره ان انت لازم تروح تلعب في برشلونه مثلا. ليه يعني ليه عايز تطلع من هنا على ليفربول على طول؟ برشلونه عنده مشاكل كتير، هنتكلم على برشلونه لان ليه قصه، لكن خلينا برضو نتكلم شويه على محترفين. تريزيجيه استون فيلا ماشي بشكل كويس، لكن هزيمه الاسبوع دوت 4-3 برضو، شايف النقطه دي ازاي رغم ان هم ماشيين بشكل كويس؟ تريزيجيه يعني انا شفت المباراه، كان السيناريو غريب جدا انك تبقى خسران 4 وبعد كده تعوض في اخر الدقائق. تريزيجيه انا شايف انه بيأدي بشكل كويس ومستوى ثابت من اول الموسم، حتى دينيس ميس بعد الماتش قال ان تريزيجيه جات له فرصه انه يسجل 3 اهداف وما سجلش، برضه هو كان متضايق جدا انه يخسر النقط دي على ملعبه، لانه كانوا بيلعبوا في فيلا بارك. اعتقد كمان انه الشكل اللي عمله تريزيجيه السنه اللي فاتت في ختام الموسم ثم النهار يعني بدايه الموسم ده، ما نقدرش كمان نعتب على فرقه استون فيلا ان هي دلوقتي خسرت ماتشين ورا بعض، لانه برضه ما كانش متوقع خالص الانطلاقه اللي عملها استون فيلا الموسم ده، ما كانش حد يتوقع ان هم يكسبوا 3 ماتشات ورا بعض، وان هم يبقوا 4 ماتشات كمان اعتقد 12 نقطه وماشيين كويس جدا وبينافسوا في المراكز الاولى دلوقتي. ده هيريحهم بعد كده، بدل ما انت كنت بتصارع الهبوط لاخر ثانيه السنه اللي فاتت، لا انت ممكن تجمع ال 30 نقطه اللي هيريحوك الاول، وبعد كده تبتدي تلعب باعصاب هاديه علشان تحقق مركز كويس الموسم اللي جاي. فاعتقد كمان انه استون فيلا بخلاف انه في تريزيجيه وفي محمدي شارك المباراه اللي فاتت كمان بديل، استثمار مصري كمان في البريمير ليج، ودي حاجه كويسه، فاتمنى لهم ان هم كمان الجولات اللي جايه يبتدوا يعوضوا، يبتدوا الجولات اللي جايه الدنيا تمشي. نتمنى لهم طبعا التوفيق. نروح لبرشلونه، يمكن برشلونه بيمر بازمه كبيره جدا جدا، مش هقول دلوقتي، لكن من ساعه طبعا انتقال ميسي ورجوع ميسي وكومان، يعني كان في مشاكل، لكن كمان طبعا واستقاله رئيس النادي، دلوقتي عنده مشكله حتى على في الليجا، عنده مشكله كبيره جدا في الليجا، تاخره بشكل يعني اعتقد في المركز ال 12 دلوقتي مفاجاه كبيره. شايف برضو برشلونه ازاي من على النقيض على الشامبيونز ليج ماشي بشكل كويس، شايف ازاي برشلونه ورايح فين؟ لا انا شايف ان مشكله برشلونه اداريه في المقام الاول قبل ما تكون فنيه. لو اتكلمنا عن استقاله بارتوميو ومجلسه، ودلوقتي كمان في رئيس مؤقت توسكيتس، واعتقد كمان ان هو اعلن النهارده، يعني حتى هم كلموه في حته انه هل برشلونه محتاج يعلن افلاسه، دي كانت مفاجاه كبيره جدا. يعلن افلاسه لانه هو دلوقتي بيتجه لتخفيض الاجور، وبدا يطالب اللعيبه بتخفيض الاجور، وبدات الناس تساله على طب ميسي موقفه ايه من تخفيض الاجور.
قال لهم لا انا مش هقدر اعلق على حاجه دلوقتي، لكن في تجاوب من الطرفين في الموضوع ومن باقي اللاعبين والجهاز الفني وكده. فاعتقد ان هنا المشكله على المدى البعيد كمان، المشكله دي بقى لها فتره طويله، السياسه الماليه لاداره برشلونه في التعامل. والنقطه دي معلش انا عاوز اسقطها برضو على الكره المصريه. طبعا على مستوى العالم دلوقتي الكره بتمر بازمه اقتصاديه كبيره جدا. لو بصينا على مستوى ايطاليا، رئيس الاتحاد الايطالي بيطالب بتخفيض الاجور وقال ان الفتره الحاليه فتره صعبه جدا على كل يعني عناصر صناعه كره القدم، وبالتالي محتاجين نخفض الاجور تتناسب مع الوضع الجديد اللي احنا فيه. في انجلترا كل الانديه الصغيره قبل الكبيره بعتت للحكومه الانجليزيه انه احنا مش قادرين نواجه غياب الجماهير عن المدرجات. انديه انجلترا كلها تقريبا بتعتمد على دخلها من حضور الجماهير للمباريات. في انديه هددت انها هتعلن افلاسها، وفي انديه ارسال اكثر من 100 نادي بعتوا بيان للحكومه في وزاره الثقافه والرياضه هناك على القصه دي انه لابد يكون في حل. ولذلك حتى رئيس وزراء انجلترا لما طلع اتكلم بوريس جونسون اتكلم على فكره انه لا الكوره مش هتتاثر بحته الاغلاق، يا جماعه الدوري مكمل زي ما هو، لانه مش هينفع تخسر عدم وجود جماهير وتوقف الدوري كمان. تبقى كارثه اقتصاديه. وبالتالي في برشلونه السياسه الماليه بتاعتهم كانت سيئه جدا، الاجور ما كانتش تتناسب مع وضعيه النادي الاقتصاديه والكاش فلو اللي عنده، التدفق الاموال بتاعه. وفي نفس الوقت كمان لو بصينا هنلاقي انه تجديد بيكي علشان اتنازل عن 50% من فلوس حقيقي. وبالتالي هو عاوز يطبق ده على كل اللعيبه. هنا بقى تيجي تقدر تشيد النهارده بمجلس اداره النادي الاهلي، حتى في عز ازمه الكورونا ما خفضش حتى رواتب العاملين جدولها ودفعها بالكامل وعدى المرحله دي في هدوء. انا مش بقارن برشلونه بالنادي الاهلي، بقى بالعكس السياسه الماليه للنادي الاهلي لو اتكلمنا كسياسه ماليه هتبقى احسن من برشلونه، لان برشلونه وصل لمرحله ان يتسال رئيسه عن انك انت ممكن تعلن افلاس النادي ولا لا. صحيح. فالنقطه دي هنا الناس لازم تفهم انه عنصر الاداره في كره القدم من اهم العناصر، زيه زي العنصر الفني. ممكن يكون عندك احسن لعيبه في العالم، جايب اعظم مدرب في العالم، لكن سياستك الاداريه والماليه في الانفاق او في تنظيم المساله لفكره قطاع كره القدم دي مش سهله ابدا، مش سهله المساله دي، مجهده جدا وبتحتاج ناس عندها خبره. وانا مبسوط جدا ان احنا النهارده بنتكلم عن النادي الاهلي بيوصل نهائي دوري ابطال افريقيا في عز الظروف اللي بيمر بيها العالم كله في الكوره، وافريقيا كلها في الكوره برضه. فاعتقد ان الجزء ده ليه برشلونه وقع؟ برشلونه وقع لان سياسته على المدى البعيد ماليا كانت غلط والاجور كانت عاليه جدا ولا تتناسب مع اللي النادي يقدر يدخله. النادي ده معتمد على وجود ليونيل ميسي، وليونيل ميسي هو اللي رافع العلامه التجاريه بتاعت برشلونه. طب انا هقف عند العلامه التجاريه واسالك سؤال، هل احنا في فتره من الفترات، طبعا كان يمكن في التسعينات شويه كان الدوري الايطالي هو الاكثر تسويقا، ويلي يمكن الدوري الالماني والفرنسي، دلوقتي من سنين الدوري الانجليزي ثم الدوري الاسباني. خروج رونالدو والمشاكل المادية اللي بتقابل برشلونة، واحتمال كبير أو 90% أن ميسي مش مكمل السنة الجاية، هل ده هيأثر على الفاليو نفسه للتسويق؟ الدوري الأسباني والدوري الأسباني ممكن يتراجع في القيمة التسويقية، يكون مثلا في المرتبة الثالثة أو الرابعة، ممكن ده أثر على الفاليو الكامل للدوري؟ ده كابتن هاني السؤال ده مهم جدا، ونقطة الناس ممكن ما تكون مش بصلها قوي، انه قيمه الدوري الاسباني كانت عاليه جدا لوجود رونالدو ووجود ميسي كمنافسه داخل الملعب وداخل الدوري. لو بصيت على فكره على بقيه فرق الدوري الاسباني ماليا ما عندهاش فلوس، ده حقيقي، ما تقدرش تنافس، ما تقدرش تعمل سكواد قوي حتى يقرب من اتلتيكو مدريد شويه لو كان عندهم فلوس دي، حتى ما فيش برضه اتلتيكو مدريد الفلوس قليله. الدوري اتاثر بخروج رونالدو اولا، خروج ميسي هيقلل جدا من قوه ومن القيمه الماليه او القيمه التجاريه للليجا، وده السبب ان خلى خافيير تسيبس رئيس رابطه الليجا دخل نفسه في قضيه ميسي، وبيقول انه لا انه لازم يكمل والقانون والعقود والكلام ده. ليه؟ لانه عاوز يحافظ على القيمه التجاريه للليجا، وانه يقدر يفضل ينافس الدوري الانجليزي وهو في المرتبه الثانيه. لكن اعتقد انه الدوري الايطالي في طريقه انه يصعد للمرتبه الثانيه مكان الاسباني برحيل ميسي. رحيل ميسي ما اعتقدش انه هيكون لنادي الا في ايطاليا او في انجلترا، يعني يا المان سيتي يا الانتر. بالظبط، الاثنين اللي عندهم قدره شرائيه او قدره انهم يقدروا يدوا لميسي العقد اللي هو محتاجه الفتره اللي جايه. وجود كمان ابراهيموفيتش كظاهره، ظاهره يعني عجيبه، بعد تقريبا ما الناس نسيت ان ابراهيموفيتش خلاص راح امريكا ورجع، بيدي كمان
فاليو كمان للسيريا انه لا ده في نجم كبير، والميلان دلوقتي متربع على القمه منذ فترات طويله جدا ما شفناش الميلان على قمه الدوري الايطالي. هو عنده 39 سنه. يا كابتن هاني، يعني انا اتفرجت على ماتش اودينيزي وبعدين شفت الراجل اللي راجع من الكورونا ده واللي بيعمله الحقيقه يعني حاجه مبهره. طبعا قبلها بفتره من اسبوع كده كنت بشوف فيلم زلاتان ابراهيموفيتش، اتفرج على المسيره بتاعته، هو من اول يوم من وجوده مع مالمو وهو بالشخصيه دي، والشخصيه دي كبرت معاه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لكن انك توصل ل 39 سنه وانت هداف الدوري الايطالي النهارده في وجود رونالدو وفي وجود لعيبه كبيره صغيره في السن ولعيبه عملت اسامي في الدوري الايطالي، لكن فجاه انت تطلع لهم وانت عندك 39 سنه وتتصدر ترتيب هداف الدوري، الموقف ده مختلف شويه، يعني حاجه فعلا ظاهره في كره القدم. ده بيخلي حتى كل الميديا على مستوى العالم بتدور على ابراهيموفيتش وبتدور على اخباره، ومن هنا ميلان بدا يرجع. ميلان كمان فنيا على المستوى الفني اعتقد ان هو ابراهيموفيتش هو اللي فارق فعلا، يعني حتى بقيه اللعيبه اللعيبه كلها كويسه، لكن كمان عايزين يجددوا عقده كمان لمده سنتين، يعني حتى على يعني مستوى سنتين، يعني 41 سنه، يعني هيبقى 41 سنه. يعني انا شايف ان هي معجزه لفيرود من التوب ليفل، يعني انت بتتكلم برضو فيرود من التوب ليفل يعني موضوع صعب جدا. طبعا يعني حتى وبعدين امكانيات فنيه وبدنيه لحد النهارده يقدر يعمل الجول اللي جابه في اودونيزي ده وعنده 39 سنه، في لعيبه يعني عندها دلوقتي 30 ما تقدرش تعملها، يعني ده حقيقي. دي واضحه يعني، فهو ظاهره تستحق دراسه، واكيد بيتمرن كويس، اكيد بيحافظ على نفسه، الحاجات دي هي اللي وبعدين هو بيجدد شغفه بالكوره وبيجدد طموحاته. يعني هو دلوقتي هو حتى قال تصريح بعد ماتش اودونيزي ان انا اللي مخلي ميلان في المنافسه، يعني فريق صغير وانا مخليه في المنافسه بعيدا عن تصريحاته الغريبه يعني، لكن هي واقع، هي واقع فعلا. كان في برضه يعني نرجع للدوري الانجليزي من اساطير طبعا المان يونايتد جيجز، راين جيجز بالظبط حكايته ايه؟ لا ده راين جيجز عنده مشكله، راين جيجز قبض عليها يا كابتن هاني. انا عارف، احكي لنا حكايته. راين جيجز قبض عليه لانه كان عنده مشكله مع صديقته او زوجته يعني، واعتدى عليها وهي رفعت قضيه واتقبض عليه وخرج بكفاله. الموضوع كان صعب جدا لان راين جيجز بيدرب منتخب ويلز دلوقتي، وبعدين اساطير طبعا يعني اساطير زي ما شايفين ده بتيشيرت منتخب ويلز بالظبط يعني. وبعدين راين جيجز من اللعيبه اللي لعبت 20 سنه تقريبا بمستوى ثابت، يعني أيه. حاجه كان من اللعيبه اللي يعتبروا فعليا يتقال عليهم كلمه اسطوره، واعتقد ان الموقف ده يعني غريب قوي، يعني برضو المشاكل العائليه وصل لحد المحاكم هناك برضو يعني. لا طبيعي، اللي اعتدى على زوجته اعتدى عليها وجابت له البوليس، والحقيقه هو يعني خرج بكفاله والموضوع مكمل. لكن كان في ردود الافعال على الصحف، ردود افعال عاليه جدا عالية. لانه جيجز اسم ضخم في عالم كره القدم البريطانيه كلها، حتى يعني حتى انه وصل في سن انه 38 سنه وبيلعب اولمبياد لندن 2012 كان حدث جامد وكسر رقم حسين حجازي وقتها انه بقى اكبر لعيب سنا يسجل في الاولمبياد راين جيجز في الوقت ده. فلا يعني انا هي الخبر كان صادم شويه لانه برضه جيجز مش من الشخصيات اللي طول مسيرته ما كانش له مارادونا يعني، ما هو يعني لو قارنا بمارادونا، مارادونا من اعظم اللعيبه اللي جت على مستوى كره القدم، لكن كان عنده مشاكل كتير اذا كان خارج الملعب، خارج الملعب في نابولي وكان عنده مشاكل كتير جدا حتى بعد ما بطل كوره يعني. هو مارادونا دلوقتي في المستشفى برضو، نتمنى له الشفاء يعني، لانه عنده هيجري جراحه وتحت الملاحظه الطبيه، عنده مشكله، هو بيدرب في الارجنتين دلوقتي لكن جات له كده حاله يعني وعكه صحيه طارئه دخل بسببها المستشفى. وبرده السنه اللي فاتت دخل المستشفى كذا مره حقيقي. وفي 2018 في كاس العالم اغمى عليه في مباراه نيجيريا والارجنتين في روسيا، فواضح ان هو بيعاني صحيا دلوقتي، والمفروض يخف عن نفسه بقى ضغوط الكوره شويه يعني بالزبط. يكتفي بالظهور كضيف شرف مع كاستشاري او يشتغل بالظبط يعني حاجه تكنيكال يعني دايركتور مثلا، يعمل استراكشر كوره في الارجنتين في نادي، لكن اعتقد ان وجوده في الملعب حته التدريب دي مش لازم يعملها دلوقتي يعني. عمر بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده، يعني الفقره معاك بتمر سريعا لكن كان دايما حلقه مميزه، ان شاء الله نشوفك ونحضر حاجه كمان مميزه جدا. انت قلت لي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي فيها مفاجاه، ان شاء الله هيبقى في مفاجاه كبيره جدا ان شاء الله انتظرها كل جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي. شكرا لك يا عمر، شكرا. بعد الفاصل معانا الكابتن الكبير امين عرابي. حضراتكم مرة تانية في الفقرة الحوارية النهاردة معانا واحد من خبراء قطاع الناشئين والمواطنين.
مواهب في مصر الحقيقة، مدرب قدير عنده كتير من الخبرات الكروية والتدريبية الكبيرة، هو كمان بينتمي لعائلة كروية، معروف انه الشقيق الأكبر للنجم طبعا الكبير أسامة عرابي، كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي. بتقول ايه؟ قلت ايه؟ مش الأكبر قوي، بيقول لي مش الأكبر قوي. كم سنة يعني؟ كابتن أمين عرابي طبعا برحب بيه. مش قوي فرق ايه؟ سنة؟ سنتين بس مش باين ومش شبهه. لا وانا اصغر، بيبان اصغر انا اصلا. اكيد مرحبا بك يا كابتن امين. كابتن امين عرابي طبعا عضو اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي ومنور البيت الكبير. الاول انا اهلا بيك طبعا سام، وكابتن هاني رمزي نجم من نجوم النادي الاهلي. انا طبعا الاول ببارك مجلس اداره النادي الاهلي على بطوله الدوري العام وجمهوره ولاعيبته وجهازه الفني، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده. احنا اسعد. الله يخليك. نورنا كابتن. الله يخليك. الله يخليك. يعني اكيد في حاجات كتير هنكلم حضرتك فيها، لكن خلينا نتكلم ان في كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته عمل حاجه جيده جدا. يمكن من زمان كنا بنتكلم على قطاعات الناشئين، ما بنطلعش ولاد النادي فين. النهارده في استراتيجي كده كبيره جدا على مستوى النادي الاهلي بتخص ثلاثه سيكشن، بنتكلم على قطاع الناشئين، بنتكلم على الاكاديميات، وكمان على ابارتمنت او يعني جزء مهم جدا، وكمان اكتشاف المواهب اللي حضرتك موجود فيها حضرتك والكابتن فتحي مبروك. اكيد اشرح لنا الثلاث محاور دول والدور المهم لاكتشاف المواهب اللي حضرتك بتقوم بيه. طبعا هو الاول قطاع الناشئين، انت عارف وانت كنت نائب رئيس القطاع من سنتين، القطاع هو بيشتغل زي ما بيشتغل على طول، بنجيب المواهب، بنطور اللعيبه، بنختار اللعيبه الكويسه، بنحاول نصعد لعيبه للفريق الاول، وده الهدف الرئيسي. يعني انت يمكن كنت موجود معانا. صحيح. المهم مش النتائج، المهم تصعيد اللعيبه للفريق الاول في ظل الظروف اللي البلد بتمر بيها، في ظل الظروف الماليه الكبيره جدا. صحيح. للانديه، فالاعتماد الكبير بيبقى على قطاع الناشئين. المحور الثاني اللي هو الاكاديميات، برضو بقياده الكابتن شطه السنه دي عاملين شغل كويس، برضو الاكاديميات مفتوحه في كل محافظات القاهره ومصر يعني. وبيختاروا برضو مواهب، واللي بيبقى كويس بيعملوا منتخب اكاديميات، بيجوا القطاع بيشوفوهم كابتن خالد بيبو الراجل التشيكي بيختاروا منهم، فبتبقى حاجه كويسه للنادي وللقطاع. اما احنا بقى بالنسبه للجنه الفنيه، هي طبعا بقياده الكابتن فتحي مبروك، معانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ياسر ريان، كابتن مدحت طه اسماعيل، كابتن صديق جمال. هي عباره عن لجنه، وانا طبعا بشيد باللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. ويمكن دي موجوده من سنتين. هي لجنه فنيه عباره عن اختيار المواهب من بره القاهره او جوه القاهره. احنا شغلنا ان احنا بنتصل بالكشافين، بنتصل بكل الموجودين في مصر، بيرشحوا لنا بعض اللعيبه، احنا بنروح احنا بقى اللي بنروح. انت انا قصدي كده بتسافروا كابتن؟ بتسافروا كابتن امين؟ بنسافر. بتسافروا فين؟ يعني انا عن نفسي رحت مثلا مره الاسماعيليه، مره السويس، مره بني سويف، حسب المطلوب مننا الكابتن فتحي بيوجهنا ليه، بنروح ونشوف اللعيبه احنا جوه في ملعبه، بنشوفه مع زمايله، بنشوف قدراته. لان الكابتن هاني عارف ومتاكد ان اللعيبه برضه لما بتيجي القاهره ويبقى خارج القاهره وبيجي في المحافظات، الاختبارات بالنسبه له بتبقى صعبه جدا. انا بتكلم بامانه، بتبقى صعبه جدا. ويمكن الكابتن هاني شاف، انا شفت طبعا اللعيبه بتيجي في المحافظات يعني كابتن، خاصه طبعا بيجي الساعه 5 الصبح صاحي من بلدهم. صح. بيركب مواصلات بيجي القاهره عشان الاختبار بيبقى الساعه 7 او الساعه 9، حتى لو هو كويس ما بيقدرش يظهر قدراته كلها. لكن احنا دلوقتي طبعا الجديد في اللجنه واللي عملها مجلس اداره ان احنا بنروح للعيب لغايه عنده. يعني احنا بنروح لغايه عنده كمان يا كابتن، اللي هو برضه انه داخل على اختبارات النادي الاهلي تبقى صعبه جدا بالنسبه له. دي برضه رهبه ممكن جدا تاثر على هو كويس، بس ممكن يكون بيخاف. لا وخصوصا يا كابتن هاني لما يعني عايز اقول لحضرتك برضه مهم جدا ان اللعيب الصغير لما بيجي يشوف النجوم المدربين قاعده زي مثلا الكابتن هاني، الكابتن فتحي، الكابتن ياسر، الكابتن خالد بيبو، يعني برضه بقى عنده خضه. صحيح. فما بيقدرش يطلع قدراته الفنيه كلها، زائد ان هو جاي تعبان منهك يعني من السفر، بيبقى منهك جدا. لكن احنا لما بنروح وبعدين بيلعب مع ناس هو مش عارفها.
صح، يعني اول مره يلعب معاهم. وفكره ان اختبار كمان يا كابتن امين طبعًا. انه داخل على اختبار الناس هتقيمني، دي مهمه جدا، دي بتاخد برضو بتاخد شويه ممكن. لكن احنا دلوقتي اللي بيحصل ان مثلا في اتصالات بالكشافين في كل المحافظات بيبلغوا الكابتن فتحي في لعيب كويس في المكان الفلاني، في لعيب كويس في المكان الفلاني، فاحنا بدورنا بنقوم بالكلام ده، بنروح له لغايه عنده. وخلي بالك بقى الميزه هنا ان انت ممكن تشوف واحد احسن من اللي قالوا لك عليه، يعني على واحد تاني، على واحد تاني، وبتحصل كتير. فده دورنا ان احنا بنلف ونشوف، وفي النهايه بنجتمع كلجنه. اللي بيتشاف ما بيتشافش مني انا بس، يعني بيروح مثلا الكابتن ابراهيم مره، الكابتن ياسر مره، الكابتن مدحت، الكابتن صديق، وبعدين بنجتمع على راي واحد. لكن هو في الاخر القرار مش بتاعنا، القرار بتاع مدرب الفريق وقطاع الناشئين، احنا بنرشح. يعني عشان برضو الناس تفهم ان طبعا حضرتك بتبص يعني في عناصر مميزه طبعا بتقول للمدرب بنقدمها للكابتن بقى، للمدرب الخالد بيجي بقى لجنه من القطاع برئاسه الخواجه اللي موجود مع المدربين اللي عنده، مع المدرب الفرقه اللي احنا جايبين له فيها اللعيب، بيبص عليهم ويشوفهم هل هو زي اللي عنده او احسن او محتاج شغل، فبيبدا يختار منه. لكن هو القرار بتاعهم في النهايه مش بتاعنا احنا، تمام، لان في النهايه هو المدرب هيلعب الولد. صحيح. فدي قصه اللجنه، واحنا الحمد لله شغالين فيها كويس. يمكن كان يوم الاحد اللي فات برضو عملنا حاجه جديده، جبنا بقى الولاد المميزين كلهم اللي احنا شفناهم، او الكشافين جابتهم، عملنا الكابتن خالد بيبو مشكورا ادانا ملعب الاكاديميات، كنا موجودين كلنا كلجنه، كان موجود الخواجه، كان موجود الكابتن ياسر رضوان، كابتن سيد غريب، دول مدربين القطاع الناشئين، مدربين القطاع بالظبط. وقعدنا وشفنا، يمكن استقرنا على ثلاثة بالإجماع مواليد 2005، خدوهم هيدخلوهم مع الفرقة. برضو ده مش كلام نهائي. جايين منين الثلاثة؟ لا، من كل الأقاليم فعلا. وأغلبهم كان من الصعيد يعني. كمان مش من القاهرة والجيزة، لا أغلبهم من الصعيد. فاستقر الرأي على ثلاثة، الثلاثة دول هيخشوا فترة معايشة مع اللعيبة اللي موجودة في النادي عشان يشوف هو هيتطور في خلال الفترة دي أو ما اتطورش، أو هو هيبقى أحسن أو مش أحسن. دي بترجع لهم هما، ودي هتبقى معاهم هم مش معانا احنا. اللي فهمته من حضرتك ان دور الكشافين اللي كنا بنسمع عنه زمان ده موجود لحد دلوقتي، دلوقتي موجود، بالاضافه لدوركم كمان طبعًا. يعني بس هو الناس، انت عارفه برضو حضرتك، الكشاف ممكن ما يجيبش اللعيب اللي هو يستاهل يبقى موجود في النادي الاهلي. هو شايف اللعيب نجوم كويس، لكن لما يكون فنيين قاعدين او راحوا شافوه بنفسيهم في ملعبه بتفرق كتير حتى في الاختيار، لان هو قصه الناشئين كلها قصه اختيار لعيب كويس. صح. التمرين والتطور في الملعب، لكن الاول العين اللي تجيب اللعيب كويس اساسا، فهي دي بتبقى المشكله. يعني في معايير يا كابتن؟ نعم، في معايير معينه. يعني ده حضرتك بتتكلم على طبعا الموهبه التالنت اكيد، وزي ما حضرتك بتقول مهم جدا ان العين تبص. الكشاف اللي حضرتك بتكلمه او بيكلمك يقول لك والله يا كابتن امين عندنا 2-3 كويسين مثلا في اسوان، تعال بص عليهم، وانت رايح بيكون في تخيلك معايير معينه عايز تشوفها في اللعيبه دي. طبعا انا يمكن اغلبنا اشتغل في القطاع، ويمكن لغايه السنه اللي فاتت واللي قبليها، فاحنا عندنا نظره على اللي موجودين عندنا. فلما انت بتروح حاطط معايير ومسطره، مقاييس محطوطه، سرعته، مهارته، تمرير والاستلام بتاعه، التحرك من غير كوره، كل ده الكشاف ممكن ما يعرفش يشوفه. صحيح. فاحنا بنشوفه وبناكد على الحاجات دي، لو طلع المعايير دي مظبوطه بالنسبه لنا بنقول ده ممكن يبقى موجود. لكن زي ما قلت لحضرتك ان في النهايه هم اللي هيختاروه مش احنا. احنا دورنا ان احنا نجيب له نكتشف كويس المواهب ونوصله للنادي. هم بقى هيرجع لهم الرأي في الأول وفي الآخر حسب كمان اللعيبة اللي موجودة عندهم. النهاردة معايير الموهبة اختلفت، يعني الموهوب معروف طبعا، معروف اختيار الموهوب، لكن النهاردة ممكن يقولك الموهوب إيه في لياقته البدنية، في مستوى البدني. فهل ده برضو أنتوا بتعتمدوا عليه النهاردة؟ هل فعلا فكرة الموهبة دي طريقتها اختلفت؟ أنت النهاردة بتشوف مثلا منتخب ايسلندا، المانيا، في انضباط تكتيكي، كل واحد عارف دوره ايه، بقى هو ده المهم ولا لا؟ برضه الموهبه بتفرق اكيد. لا، ما انا هقول لحضرتك، احنا لما بنيجي نختار الاول احنا بنختار على مقاييس معينه، مثلا السرعه. دي مهمه جدا دلوقتي في اي لعيب كوره. السرعه فيها حاجات كتير، سرعه، تحرك بكوره، من غير كوره، عنده سرعات قد ايه،
الحتة البدنية والكابتن هاني طبعا عارف الحاجات دي. الحتة البدنية دي تخصص المدربين بقى، يعني لو واحد ضعيف أنا اللي بقوي، القوة تيجي، التحمل يجي، في حاجات تيجي، لكن في حاجات أنا ما أقدرش، أنا بنميها له لكن ما أقدرش يعني أخلقها فيه. السرعة ما حدش يقدر يعملها، أنا بنمي له سرعة لكن هو أساسا سريع، لكن القوة أنا أقدر أدي له قوة، أقدر أرفع له الكفاءة البدنية بتاعته، أقدر أخليه الجلد والتحمل عنده عالي. دي شغل مدرب، زائد الشغل التكتيكي. يعني مثلا هو مع احترامي لكل الناس اللي بتشتغل في المجال، ممكن تمرينه في بلده أو في قريته أو مش هيبقى زي النادي الأهلي. فهنا بتختلف مختلف طبعا، لكن احنا في النهاية بنختار الموهبة الكويسة، بنختار الحاجات البدنية اللي احنا شايفينها مثلا زي السرعة، بنوصله لدي. بعد كده احنا مهمتنا هنا وقفت، هو بقى كمدرب أو كقطاع ناشئين أو الجهاز هو اللي بينمي فيه الحاجات اللي هي ايه الزيادة، لكن مهم جدا يبقى موهوب. الموهبة كمان زي ما حضرتك بتقول ده الأساس، وكل القدرات الأخرى على المستوى التكتيكي طبعًا. بيجي من خلال مدرب، من خلال بيجي من خلال ومن خلال الشغل. طيب احنا كمان موسيماني من أول ما جه وشفنا أنه مركز كمان على قطاع الناشئين، ومركز على الأول ما جه قال لك أنا عايز أشوف الأولاد الصغيرين، فريق الشباب ومواليد 2001، وبدأ في الفترات اللي فاتت حتى مباراة بيراميدز زق لعيبة صغيرة، والمباراة اللي فاتت في 5-6 لعيبة. فاحنا يعني عايزين نتكلم عن النقطه ديت من خلال معانا تقرير دلوقتي معانا. طب هنشوف تقرير على الكلام اللي بقوله. حضرتك كمان كخبير وعندك جزئيه كبيره جدا واشتغلت كتير جدا في قطاع الناشئين وعندك فكر عال جدا، نعلق على التقرير بعد ما نشوف. اتفضل. شهدت الفترة الماضية ظهور عدد من اللاعبين الشباب المميزين مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سواء من خلال التواجد في تدريبات الفريق أو المشاركة في المباريات، سواء في بطولة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر، وظهروا بصورة طيبة ومميزة طمأنت جماهير القلعة الحمراء على مستقبل الفريق. ومع تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلفا للسويسري ريني فايلر، تضاعف الأمل لدى شباب الأهلي في الحصول على الفرصة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل مدرسة موسيماني التي ظهرت منذ اليوم الأول لدخوله النادي حين سأل عن قطاع الناشئين ورغب في التعرف على إمكانات لاعبي فريق الشباب بالنادي. وقبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز والتي شهدت تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب في القائمة التي أعلنها بيتسو موسيماني، وجه الجنوب إفريقي رسالة في المران للاعبين الشباب رفعت من روحهم المعنوية وحفزتهم للمستقبل، بعدما وعدهم بالحصول على الفرصة بشرط بذل أقصى جهد وتنفيذ تعليماته. وأكد موسيماني لنجوم الأهلي الشباب والصاعدين على أنه لا يفرق بين لاعب كبير وآخر صغير، وأن الجميع سيحصل على الفرصة، والأفضل فقط هو من سيشارك في المباريات. وهي رسالة حملت الكثير من المعاني لجيل يستعد لحمل لواء الأهلي في السنوات المقبلة وقيادة النسر الأحمر لمواصلة التحقيق في سماء البطولات، انطلاقا من دستور القلعة الحمراء المتوارث أجيال تسلم أجيال. وخلال الموسم الجاري ظهر عدد من اللاعبين المميزين في مباريات النادي الأهلي وتواجدوا بصورة شبه دائمة في تدريبات الفريق، وهم العربي بدر ومحمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان، بالإضافة إلى الحارسين المتميزين مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. كما منح موسيماني الفرصة لستة وجوه جديدة قبل مباراة طلائع الجيش بتصعيد ستة ناشئين جدد وإشراكهم في الميران الجماعي، وهم محمد حسام ميدو مدافع من مواليد عام 2000، وفارس طارق ظهير أيمن من مواليد 2000، وأحمد عبد القادر مهاجم من مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط دفاعي مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن مواليد 2002، وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001. الأهلي على مدار تاريخه دائما أجيال وراء أجيال، لا يتوقف
سلسال الموهوبين داخله وسط رؤية جيدة للمستقبل وتخطيط جيد لقطاع كرة القدم في النادي تحت إشراف كامل من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ملك الموهوبين على مر تاريخ الكرة المصرية. في من اللي صعدهم موسيماني والكلام اللي كابتن هاني يمكن كان بيكلمه في قبل التقرير عرض التقرير اللي اتدربوا تحت ايدين كابتن امين عرابي، وده يمكن النهارده لما انا اشوف شادي رضوان محمد فخري العربي بدر ده بيدي حافز للولاد الصغيره انه لا في امل أكيد. لا اللي عنده فرصه فعلا ويستحقها هينولها. فانا عايزاك برضو تكلمني عن الشباب اللي النهارده بيعتمد عليهم مهاجم احمد عبد القادر طبعا اللي شفناه في طلائع الجيش، عايزاك تحكي لي عن اللي حضرتك يعني قمت بتدريبهم وقد ايه ده ممكن يفرق حتى مع المواهب اللي النهارده حضراتكم شغالين عليها وكابتن فتحي مبروك. هو شوف حضرتك، انا اول حاجه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان جاب الراجل ده موسيماني طبعا. اولا هو كفكر الراجل ما شاء الله ماشي كويس جدا، جابه في توقيت صعب جدا. مهم جدا المدرب والكابتن هاني عارف الكلام ده اللي يجي يبص للناشئين. احنا كان عندنا فتره يمكن الكابتن هاني كان موجود فيها كنت تحس ان اللعيبه بتيجي النادي موظف، يعني حاسس انه هيجيبوا حد من بره هيجيبوا، لكن الراجل ده لما جه وادى الفرصه للولاد الصغيرين دول، اولا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا، وهم دول الولاد النادي اللي هيخدموا النادي اللي هيقفوا في النادي، هم دول اللي هيخلوا النادي طول عمره ماشي زي ما كان ماشي. يعني انا فاكر الجيل بتاع الكابتن هاني حوالي 9 لعيبه طلعوا درجه اولى مع مستر فايتسا ويمكن قبليها كمان جداد، ولعبوا كلهم يعني كلهم لعبوا ولعبوا منتخبات مصر ورا بعض، يعني احنا 7 لعبنا في خلال شهر، كنا تقريبا 6 7 لعيبه يعني انا فاكر انت وكابتن عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل فرقه يعني كانوا كلهم وياسر محمدين كلهم وكانوا لعيبه طالعين لعيبه كبار وكلهم بقوا لعيبه كبار وبقوا نجوم. صحيح نفس الوضع يمكن فرقه ابراهيم سعيد وهاني سعيد وكلهم طلعوا، فهو ده المفروض الاهتمام بقطاعات الناشئين. اولا هتوفر عليك مبالغ كبيره جدا، عندك لعيبه موهوبين جدا. صح هو مش كل الناس يعني معلش مع احترامي لكل الانديه، النادي الاهلي بيدور على البطوله، واللي بيدور على بطوله برضو المدرب بيبقى عايز يجيب البطوله الاول، فبيستنى شويه عليهم او بيتاخر شويه عليهم. والنادي الاهلي برضو عمل حاجه كويسه جدا، الاعارات اللي بيطلعها دلوقتي كبير، لعيبه بتاخد خبرات، لعيبه بتستفيد من الماتشات الكبيره اللي بتلعبها، وبنرجع نجيب اللعيبه دي تاني بس بعد الاعراض. فعشان كده انا مبسوط جدا ان مستر موسيماني جه، لان فعلا جاب لعيبه كويسه، اختياراتهم كلها كويسه، يعني فخري والعربي بدر وشادي وفي غيرهم فارس وفي حسام ميدو وفي لا في لعيبه كتير، واحمد شكري وفي مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان. ومصطفى شوبير حضرتك ضربته كان مش كده؟ يعني قعد فتره انا كنت ماسك مواليده وقعد فتره، بس هو كان مصعد للفريق الاول برضه كان بيتمرن، لكن هم كلهم ولاد كويسين، واعتقد النادي الاهلي يعني عنده منجم ذهب يعني بجد، انا مش بجامل مصطفى. نعم النادي الاهلي كل بعض الناشئين عنده منجم كبير، منجم ذهب بيشتغل عليه. وحضرتك دلوقتي انت لو تابعت كل ماتشات الدوري الممتاز مفيش فرقه ما فيهاش فيها 3-4 من النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي. يعني دلوقتي بعض الفرق بتستنى مين اللي هيبقى يطلع اعاره من النادي الاهلي من قطاع الناشئين عشان تبدا تتعاقد معاهم، وده على مستوى الدوري الممتاز يعني. وده اللي بيحصل يعني. يمكن انا فاكر كان فتره كده كابتن مؤمن سليمان نادي الزمالك وكان ماسك سموحه او كان ماسك فرقه، وفي برنامج قال اي حد هيجي من النادي الاهلي على طول هاخده، عنده الانتماء وعنده الروح وعنده الاداء المميز وعنده فدي فعلا صفه النادي الاهلي طول عمره. فاعتقد ان قطاعات الناشئين دلوقتي وكل سنه بيحصل فيها تطور، كل يعني في سنه من السنين كابتن هاني كان جاي نائب مدير القطاع فني، والراجل ما شاء الله يعني لعب على مستوى عالمي ومستوى دولي والمانيا واحتراف، ففاد الفترة اللي قاعد فيها فاد القطاع كويس جدا. الكابتن فتحي خبرات ومسك مع الكابتن جوهري كاس عالم، برضو في الكابتن خالد بيبو، يعني قصدي اقول القطاع شغاله فيه، بس هي الفكرة زي ما قلنا اللي يختار ويطلع للفريق الاول. فانا مبسوط جدا ان بصراحة يعني ان الراجل ده اختار اللعيبة وبدأ يديهم فرص. دلوقتي في اندية في الدوري الممتاز بدات عينيها على الولاد الصغيرين دول، يعني عايزين ياخدوهم دلوقتي بالظبط، فدي حاجه طبعا يعني بجد
يشكر عليها النادي الاهلي بجد يعني. في نقطه كمان عايز اقولها تكملا لكلام حضرتك، ان كان في نوع من انواع الاحباط شويه بالنسبه للعيبه، اصل كده كده ما بنطلعش، اصل كده، وده كان بيدي فرصه كمان لحته معينه احنا كمان عارفينها والكابتن عارفها. انتوا كمدربين لا يدي كمان ان بيجي واحد عامل نفسه ايجنت او عامل نفسه سمسار، يجي الولد وعارف انه لعيب كويس يقول ما كده كده النادي الاهلي ما بيطلعش لعيبه. أيوة. يبدا ياخد ويبدا يسرسب اللعيبه تخرج من النادي الاهلي، ده جزء. الجزء الثاني على مستوى المدربين، وانت عارف بيجيلهم احباط. لا طبعا على مستوى المدربين كمان، ان لا الكابتن امين سعيد جدا وهو بيقول اصل العرب بدر من ولادي، انا دربته ده من ولادي. وخلي بالك كابتن، ده كمان دافع للمدربين اللي بيشتغلوا في القطاع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو عشان برضو الناس ما تاخدش الكلام، هو لما الواحد يقول ده من ولادي، انا واحد من اللي مرنوه يعني، في عدى على مدربين زمايل كتير جدا اكيد يعني، كان الكابتن احمد سراج ماسكهم، وكان الكابتن هشام حنفي ماسكهم، وكان يعني قصدي اقول هو مش انت الوحيد، مش انا الوحيد يعني، مش انا الوحيد، هم عدوا على مدربين خبرات كتير، خبرات كتير يعني. عايز اقول لحضرتك يمكن ثلاث ارباع اللعيبه اللي بتوع رامي ربيعه ومحمد هاني وكل دول ناتج صراحه كابتن بدر رجب، عشان الواحد يدي كل واحد حقه. فقصدي اقول اللي بيخش النادي الاهلي لا بيخش حاجه يعني بجد بالنسبه له حاجه كبيره. فهم مش ناتج واحد او اتنين، ده ناتج قطاع بالكامل، كل الناس اشتغلت عليهم، كل الناس وصلتهم لمستوى كويس، فبيستعادوا للدرجه الاولى. بيبقى شرف ليا وشرف لاي حد ان ده اشتغل تحت ايدي، لكن في النهايه هو لعيب للنادي الاهلي. من بدري يعني، كان صغير ومواليد، كان فاجئ عليه مدرب واثنين وثلاثه لغايه صعد يعني. بصراحه ميزه يعني، انت يمكن كنت موجود، كانت لعيبه تقول لك انا لو رحت انبي هلعب يا كابتن، انا لو رحت المقاولين هلعب يا كابتن، انا هنا انا ما بلعبش في الفريق الاول. لا دلوقتي جات لك الفرصه. مزبوط. النهارده بقت الكره في ملعبك انت مش في ملعب الفريق الاول. صحيح. ومع ذلك برضو انا بعذر المدرب بتاع الفريق الاول ان هو عايز ياخد بطوله، فما يقدرش يدفع بالناس كلها في وقت واحد. صح. وعنده لعيبه في مراكز بتبقى ناقصه، بيضطر النادي يجيب من بره. فاعتقد النادي الاهلي ماشي بسياسه متزنه يعني. جدا. وبرضو اصل هنرجع نقول في الكلام ايه، ما هو انت برضو مين رئيس النادي؟ كابتن خطيب يعني. طب. اعظم ملامس الكره في مصر. فاعتقد عنده فكر دوت، فاعتقد ان النادي الاهلي ماشي في خطى ثابته وطريق ان شاء الله باذن الله قدام هيبقى عندنا يعني اجيال ورا اجيال تسلم بعض بطريقه كويسه. طب حضرتك ذكرت مصطفى شوبير كنت بتتكلم عنه. واحد من اللي حضرتك دربتهم النهارده قرار منع التعاقد مع اي من حراس المرمى من خارج مصر، شفت ده فات ازاي الدوري، خاصه ان احنا النهارده في يعني حراس مرمى ظهروا في الدوري الممتاز النهارده بشكل كبير وكان ليهم فرص. اكيد. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا دي ميزه برضو. لان قبل كده كان في اجانب. نعم. ويمكن احنا كان عندنا جوله كابتن لو تفتكر من بوتسوانا ولا من كان منين كان اللي كان بيلعب في النادي الاهلي، جون افريقيا كده بس. جون افريقيا يعني، ما كانش بيدي فرص للناشئين ساعتها. حتى يمكن الشناوي ده النادي الاهلي خرجه، راح جيش وراح جيش يعني راح بتروجيت. وبتروجيت. فقصدي اقول لك ان دي مهمه جدا وبتدي فرص لحراس المرمى. النهارده بقى عندنا من احسن حراس مرمى في افريقيا كلها. صحيح. يعني سواء الشناوي سواء ابو جبل، قبليهم عصام الحضري قبليهم. فيعني لا احنا عندنا وعندنا لعيبه كويسه وعندنا يعني حتى بتفيد المنتخبات يعني. انا برضو بزعل قوي لما اتحاد الكوره مثلا يقول لك خمسه افارقه، لا كتير، او خمسه اجانب في فرقه واحده. انت شايف ده كتير يا كابتن؟ طبعا كتير جدا، حتى على مستوى الملعب يعني بجانب حراس المرمى. انت حضرتك دايما حراس المرمى عندنا عشان ولادنا يظهروا، فده بص يا كابتن، لكن خمس لعيبه اجانب. عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. انت تتفرج على الدوري الاسباني، اتفرج على الدوري الانجليزي، اكتر دوريين فيهم لعيبه اجانب. تعال شوف منتخباتهم ايه الناتج يعني. لكن انت مثلا شوف، هو في فتره من فترات الدوري الالماني مفيش بالكم ده، مفيش بالخمسه والسته في كل فرقه. فاعتقد ان انت كل ما تقلل العدد، احنا عندنا مواهب كتير بتنقرض بسبب اللعيبه الاجانب. مع احترامي اخليهم اتنين اخليهم ثلاثه، حاجه كويسه وبعدين الأجانب. هتبقى على الفرق كلها، مش هتبقى علي انا بس. فاعتقد ان كل ما هتقلل العدد، كل ما هتدي فرصه لولادك وولاد النادي، هيفيدوا النادي وهيفيدوا منتخب مصر. وانا شايفها دي بصراحه يعني لا كتير يعني. انت شايف. بس خلي بالك كابتن برضو، في واحد من مثلا من شمال افريقيا ده بيتحسب ان هو مش
اجنبي يعني. ما هو اربعه وواحد من شمال افريقيا. اه بالظبط. انت بتبص على فرص الولاد، فرص الولاد بتقل بشكل كبير. وبعدين حضرتك حتى في المنتخب يعني، معلش مع احترامي، النهارده احسن ظهير ايسر في مصر علي معلول بدون منازع. النهارده مين البديل؟ مين اللي هيلعب منتخب مصر؟ انت قاعد تدور، مفيش حد. مظبوط ولا لا؟ اه مظبوط. مثلا معاك كابتن احمد فتحي، خلاص ماشي. خلاص في بعديه اتنين تلاته طلعوا، لكن النهارده انت مش مدي فرصه لحد عشان تشوفه حتى. فانا اعتقد كل ما هتقل، مع احترامي طبعا لكل الموجودين، النادي المفروض يجيب المركزين اللي هم محتاجهم فعلا. وبعدين انت بتلعب، ما احنا بنلعب مع بعضينا يعني، معلش، ما هو لعب معاه وهو ناشئ، ولعب معاه وهو 20 سنه، ولعب معاه، فالقصه واحده. لكن انت في النهايه اتحاد الكره ما بيزودها خمسه او اربعه، لا كتير صراحه، انا شايفها كتير يعني، بتقلل شويه من فرص اللعيبه، فرص الولاد اللي هم ممكن ياخدوا فرص يعني في انديتهم. وفي لعيبه، مع احترام لكل الانديه، انت في افارقه لما تيجي تشوفهم اقل مستوى كتير. دكتور كنت عايزه بقول لحضرتك كده، يعني انت لما تفكر في لاعب افريقي النهارده بتفكر في مميزاته، حتى في هيئته، طويل سريع يعني، وده اللي ممكن يكون بيفرق شويه الافريقي عن اللاعب المصري. لا عشان كده بيتم الاعتماد عليه بشكل. الراجل احترف في المانيا وعاد. معلش مع احترام، انا المفروض اجيب لعيب هو اللي شايلني وهو بيلعب كل، لو 32 34 ماتش بيلعب ال 34 ماتش. ايوه، مش هجيب لعيب هو بكابتن هو لازم يعني ما يجيبش لعيب غير يكون مميز جدا سوبر، وافضل بكتير من اللي عندي. لو قريب من اللي عندي، طب ما انا اخلي اللي عندي شويه، هو لاعب ناشئ من اللي عندي، على الاقل هياخد خبرات، على الاقل هيستفاد، على الاقل هيبقى كويس. لكن انا شايفها دي برضو يعني، في وجود الناشئين الكويسين دول بتقلل فرصهم جدا يعني، بتظلمهم. طبعا. الموضوع الكابتن برضو، مجالس الاداره برضو بتعتمد على ان انت عايز بطوله ماشي، وان انت عايز ولد يعني. احنا جنب القطاع لازم يكون في كمان اكيد 3 4 لا لا انا معاك، سوبر ستار موجودين. لا ما انا ما بقولش لا، بتبقى صعبه. انت شايف بس العدد يقل شويه، الاجانب، عدد الاجانب يقل شويه، عشان تدي فرص. اولا هتفيد نمره واحد منتخب مصر، ونمره واحد النادي، ما انت برضو تكلفه كبيره قوي على النادي لما تيجي تجيب حد، بيكلفك كتير قوي. صح. طب ما يعني بص يا كابتن هاني، لو هو هيجي يلعب على عينه وعلى راسه، هيلعب الماتشات كلها على عينه. ايوه، هيلعب الماتشات كلها، يكون فارق قوي كمان عن اللي عندك. لكن ما اجيبش انا واحد، مع احترامي لكل الانديه المصريه، وبعدين اللي قاعد احتياطي ماتشين ثلاثه ما بيلعبش. هو ما بيلعبش. طب ما انا الماتشين ثلاثه دول لو قعدت ناشئ، وحتى يعني ايه، اما بيجي يقعد في الاستاد يشوف الجمهور، يبقى فيه شايف حاجات، مره في الثانيه هتلاقيه بدا يديك وقلبه معاك وروحه معاك ومتربي عندك في النادي، هتفرق كتير جدا معاك. لكن انا شايفها يعني، انا افضل يعني زي ما لغوا حكايه الحراس المرمى، يقلل العدد شويه، هتفيد الكره المصريه كده. طبعا هتفيد الكره المصريه وهتفيد لعيبتنا. طب انا عندي سؤال بالنسبه لعمليه التقليل، انت حضرتك مع ان النادي الاهلي فعلا دمج يعني، كنت في القطاع كان في اكتر يعني، كان من كل 2001 فرقه واثنين وثلاثه واربعه، بتتكلم على تسعه او ثمان فرق موجوده دلوقتي. النادي الاهلي اعتقد ماشي بسيستم افضل شويه، انه دمج وافضل اللاعبين في كل مرحلتين يعني، 2001 اتضمت ل 2000 وبقى فرقه واحده للمميزين منهم. شايف الدمج ده ازاي ويفيد ازاي الفريق الاول؟ شوف، انا من احسن الحاجات اللي عملها النادي السنه، ويمكن انتوا فكرتوا في كده انت وكابتن فتحي، وكنتوا عايزين تعملوها بس الظروف ما سمحتش. قبلها الدكتور عمرو بن مجد وكان عايز يعمل يعني، قصدي اقول لك الدمج، ما هو انت في النهايه انت عايز ايه من القطاع؟ عايز بطولات؟ ما بطولات كده كده انت بتاخدها. في النهايه انا عايز اطلع اتنين تلاته يلعبوا لي درجه اولى. هل الكم ده كله هتاخد منه كام في النهايه؟ برضه هم اتنين تلاته. فلما دمج الفرق، هو انت خدت المميزين جدا جدا في الفرق. اي نعم، ممكن يهرب منك واحد، وضع طبيعي، انا ممكن اخطا وغيري ممكن يخطا في الاختيار، لكن في النهايه انت عايز المميز جدا. صح. الصرف في النادي هيقل. مظبوط. هو تغذيته هتبقى احسن، ملابسه هتبقى احسن، كل حاجه بالنسبه له هتبقى احسن. كابتن، المدرب هيكون تركيزه في الملعب. انا كنت بشوف مدربين بيدربوا 40 لعيب في الملعب و35 لعيب، ازاي هجيب تركيز وهيركز مع الفرق ازاي؟ دلوقتي العدد، اما قلل العدد وقلل عدد الفرق. مظبوط. التركيز اكتر بقى عندك يعني، معلش زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، اما يكون 40 هو معلش فيهم كام لعيب كوره كويس ممكن يطلع فريق الاول؟ خمسه. طيب انا اخد الخمسه دول مع الفرقه الاكبر، مع العشرة بتوع الفرقه الاكبر، عملت 15 20 لعيب، هم دول اكيد هيطلع منهم حد كويس. الباقي
هم معلش هم موجودين اه عشان اكمل بيهم دوري عشان اخد بيهم مسابقه، لكن في النهايه مش هيطلع لك منهم حد، وفي الاخر انت هتمشيهم يعني في الاخر معاك. هتستغنى عنهم فانا وبصرف عليهم كتير أيوة جدا أيوة. فانا لما ضميت ده انا خدت المميزين، في ناس مشيت اه ممكن يبقى مشي، في ناس كويسه حسب المركز، لكن في النهايه ده صح مظبوط يعني. ده اللي عمله مجلس اداره مع الكابتن خالد مع السنه دي، لا انا شايفه يعني 100% مظبوط، وان شاء الله باذن الله عشان كده بقول لحضرتك اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله، يعني اللي جاي احسن كتير جدا، لان بقى عندك 20 30 او 20 25 لعيب مميز فعلا كل مرحله سنيه، كل مرحله سنيه، فانت هتختار بقى براحتك وتختار بهدوء وتختار، لان انت عارف يبقى في ضغط كبير قوي على قطاعات الناشئين واولياء الامور والضغط طبعا الموضوع تحت وساعات ممكن انا بتكلم بامانه يعني ساعات احنا حتى كنت ممكن تيجي في الاخر تلعب واحد انت مش عايز تلعبه، انت فاهم من العدد، ما هو انت هتعمل ايه في العدد ده كله، واحد بقى ممكن يقعد لك واحد سنتين ما بيلعبش، هو في كان في لعيبه كده يعني سنتين ما بيلعبش في النادي، طب انت قاعد ليه؟ صح يعني انت قاعد ليه كل ده؟ وده مصاريف قد ايه؟ وبعدين ولي الامر طبعا يقول لك ايه؟ اصل هو بيحب النادي الاهلي، طب ماشي ما كلنا بنحب النادي الاهلي، بس هو النادي الاهلي مش هيساعد كل دول صحيح، وبعدين ممكن تبقى فرصه في حته ثانيه انه يلعب درجه اولى، الناس ما عندهاش الثقافه دي وما عندهاش الخبره دي ان تيجي تكلم ولي الامر هو متشبث بالنادي الاهلي، كل ولي امر حقه انه يشوف ابنه الاولى يا كابتن امين، ما هو ما انا اقول لحضرتك الاولى انه يلعب ويبقى نجم ولا الاولى انه يفضل موجود في مكان ما بيلعبش فيه خالص، ما حدش هيعترف بسهوله، ما حدش هيعترف بسهوله ان ابنه اقل موهبه او انه فردا هاني يستحق اكتر من فيان او كذا، دي المشاكل اللي بيقابلها المدربين وكابتن كابتن امين بيتكلم على نقطه ان هو الثقافه بتاعه ولي الامر ثقافه يعني الناس لازم يتقبل تنقل، يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه في الاختبارات تلاقي واحد مثلا طوله 1.80 وهو مثلا تحت 15 سنه ما بيعرفش يلعب كوره، بس هو بيحب النادي الاهلي وعايز يلعب في النادي الاهلي، طب يا عم روح العب يد، روح العب طايره، روح العب سله، هتبقى نجم من نجوم مصر، لا يقول لك كوره، هو طب ما انا مش هقدر اخدك او غيري مش هيقدر ياخدك، فدي قصه برضو يعني انا من عندكم هنا من البيت الكبير بقول لاولياء الامور اهدوا شويه وخلي مصلحه ابنك، شوفوا ممكن يلعب فين ويلعب ويبقى بيلعب ممكن يوصل لمكانه كويسه، وبعد كده لو ان شاء الله باذن الله في المستقبل لو النادي الاهلي حس ان هو بقى كويس ممكن اجيبه. انت عارف يا كابتن سعاد بره، وانا يعني برضو من خلال بدايه شغل كمدرب في قطاع ناشئين هناك في المانيا، القصه بتبقى ان ممكن جدا وكان بيحصل في النادي الاهلي على فكره ان الولد طالما انت ما عندكش مكان في القطاع عشان العدد او الموهبه او انت شايف ان الولد ده بروميسنج بس ممكن يبقى كويس السنه الجايه، كان عندنا نادي النيل بنلعب أيوة. مثلا بنروح نادي النيل عليك. بيبقى حضانه شويه للنادي الاهلي، برافو عليك، كان في قابليه لكده، دلوقتي ولا كابتن ما حدش بيقبل يعني، انت دلوقتي لو جيت قلت الولد روح هنا يقول لك لا انت مش هتاخده، انا هوديه انبي هوديه الزمالك، طب يا عم وديه، انا كابتن لعبت في حته اسمها اتحاد العباسيه، انا عارف وعبد الجليل لعب وعبد الجليل في اتحاد العباسيه، كان النادي الاهلي خلاص القايمه عندنا القطاع الناشئين اكتملت، هم شايفين ان هاني وعبد الجليل بروميسنج شويه، فكان رحنا حته اسمها اتحاد العباسيه، اتحاد العباسيه كنا لغايه قعدنا فيها سنه تبع طبعا النادي بلاش يا كابتن، ورجعنا تاني على النادي نروح الاكاديميه، ان انت ترجع بشكل اقوى للنادي الاهلي، وانت برضه نفس المدربين نفس المستوى ونفس الاداء ونفس الفكر وانت جوه النادي، لو اتحسنت هتيجي النادي، انا مش عايز اقول لحضرتك دلوقتي احنا طبعا قريبين يعني من قطاع وقريبين، اولياء الامور زعلانه جدا ان في ناس مشيت، طب ما انا النادي مش هيستوعب كل ده، فدي مزبوط. مشاكل كبيره جدا بيواجهها بس كمان خالد بيبو بشكل طبعا كبير لا لا يعني عايز اقول لحضرتك موضوع صعب جدا بس هي مع الزمن هتاخد وقت شويه لكن انا طبعا بحييهم على القرار اللي خدوه وبحييهم على الشغل اللي هم عاملينه دلوقتي، لا شغل محترم، وان شاء الله باذن الله عندنا بدل الناشئ 5 و6 و7 في كل مركز، يعني النهارده كابتن احمد فتحي مشي، محمد هاني موجود، العربي بدر طلع النهارده، فخري بقى موجود النهارده، شادي بقى موجود، وفي لعيبه كتير موجوده لسه موجوده مع وموسيماني دلوقتي واخدهم بيشتغل عليهم، وقال كلمه كويسه جدا او انا سمعتها في التقرير ان مفيش فرق بين صغير وكبير، انا ليا الملعب الاحسن، يعني الكابتن همزه لعب كام سنه؟ لعب وهو 17 سنه ولعب على نجوم يعني يخضه، بس بكفاءته بشغله بادائه طلع لاعب،
هي الكرة كده، الكرة النهاردة بقى في ملعب اللعيب مش في ملعب المدرب. انت كويس هتلعب خلاص. أيوة. هو النادي الاهلي فتح الباب لاي حد، الملعب هو الفيصل طبعا، الملعب هو الفيصل في اي وضع. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يعني يطلعوا لنا حاجات كويسه باذن الله. وانا شايف في التعامل مع الصاعدين الشباب، ايه الفرق بين موسيماني في النقطه دي وما بينه وما بين فايلر؟ لا شوف، هو حضرتك برضه فايلر جاي، يعني انا اعتقد ان برضه موسيماني لو جه في اول موسم كان هيعمل عمل فايلر. مش هقدر الاعب ناشئ كده مره واحده، فهو اعتمد على اللعيبه الموجوده، اللعيبه الكبار. وبعدين انت القايمه بتاعتك كانت كامله، ولسه في بدايه الموسم مفيش اصابات مفيش بتاع. فطبعا هو مركز، ما هو النادي الاهلي مش جايبه عشان يطلع الثاني او الثالث، انا جايبك تاخد بطوله. فالبطوله مش هاخدها الا باللعيبه اللي عندهم خبرات واللعيبه اللي تقدر تكسبني. لما الظروف اتحسنت وخدنا البطوله، جه موسيماني في وضع احسن شويه بالنسبه له، فبدا يعتمد على الناشئين، وعنده مراكز ناقصه وعنده اصابات كتير، فدي ساعدته برضه. لكن انا مبسوط ان هو ما فضلش على اللعيبه الكبار فقط، ان هو طلع وبدا يلاعب. فدي ادت انتعاشه للقطاع كله، يعني بقى في اللعيبه عندها روح وعندها قلب، وبقت في غيره حتى اللي تحت النهارده، بقى كله عايز يطلع وكله عايز يلعب. دي ميزه كبيره جدا في القطاع، فان شاء الله باذن الله يكملوها على كده، وانا شايف انها هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. انا عندي اقتراح يا كابتن امين، ويا ريت حضرتك برضه توصل الاقتراح ده للجنه التخطيط، وحتى على مستوى الاداره او اداره او اكتشاف المواهب. نفسنا يكون عندنا سكاوتنج على مستوى اوسع شويه. حضرتك بتتكلم على مصر كلها، ايه المانع ان احنا يكون عندنا سكاوتنج للعيبه في شمال افريقيا على سبيل المثال؟ ايه المشكله، وخاصه اللعيبه الافارقه على المستوى الافريقي، غانا، نيجيريا، ساحل العاج، الحتت ديت برضو يا ريت يكون فيها عندنا سكاوتنج هناك باسم النادي الاهلي، ونتابع الاولاد الصغيرين اللي عندهم 16 17 سنه وبروميسنج، والولد دوت هيلعب بيلعب مثلا منتخب ساحل عاج تحت 17 سنه او تحت 15 سنه. الولاد دول لازم يكون عندنا فايل ليهم، عندنا اسماء ليهم، لانك هتجيبهم ببلاش وممكن بعد سنتين ثلاثه تجيبهم بملايين طبعا. فنوسع قاعده السكاوتنج بدل ما تبقى في مصر بنشوف سكاوتنج على كمان شمال افريقيا. النهارده ده دور الاكاديميات في افريقيا، وبتتوسع النهارده دور الاكاديميات سكاوتنج. انا اعتقد يعني انا بتكلم وجهه نظري الشخصيه. لا وانا معاك، يعني أنا ده اقتراح، لان يعني انت ده اقتراح هايل وانا معاك فيه مليون في الميه في كذا جزئيه. اولا زي ما حضرتك قلت، بتختار اللعيب في سن صغير سعره اقل، هيجي عندك يتمرن يشتغل، حتى ممكن تبقى استثمار بعد كده تبيعه. يعني انا شايف ان الترجي التونسي بيعمل كده، مظبوط، بيجيب اللعيبه الصغيره ويشغلها معاه، وبعد كده حتى بعد كده بقى بيطلع اوروبا، بيطلع اي حته بيلعب، بيجي عندنا بيروح في اي حته. فدي نقطه مهمه جدا، واتمنى من لجنه التخطيط ومجلس الاداره ان هم طبعا القرار مش في ايد كابتن فتحي، لان يعني قرار يعني قرار مجلس اداره مزبوط. وقرار لجنه التخطيط، اعتقد ان فكر هايل جدا وفكر متطور جدا، واعتقد ده لو اتعمل هيفرق مع النادي وهيفرق مع مصر كلها كتير جدا. وانت عارف كل الفرق الاوروبيه الكبيره عامله اكاديميات في افريقيا طبعا. وبتاخد اللعيبه منها وبتاخدها بسن صغير جدا، مظبوط، ودي هتوفر كمان عليك قصه مصر. دي هتوفر عليك قصه مصر، لان السمسار بيجيب لك احسن شريط او احسن لقطات للعيبه وهو بيلعب، يجي هنا ما تشوفوش. فدي انت هتوفر عليك، ده انت اللي مختاره وانت اللي جايبه وانت اللي شفته وانت اللي مرنته من سن صغير جدا كمان، فخلاص هو اتربى عندك. فدي هتبقى طبعا يا ريت يا ريت، انا اتمنى ده كمان هتشوفوه من خلال يعني بطوله افريقيا للشباب تحت 17 سنه، يبقى عندنا حد موجود يتفرج على البطوله دي وهكذا. انا بقول لحضرتك ده وجهه نظر ده لا دي وجهه نظر تحترم، ووجهه نظر يعني المستقبل، وجهه نظر فكر بعيد جدا. فانا اتمنى من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ولجنه التخطيط ان تفكر التفكير ده، هنبقى يعني احنا تخطينا كل الانديه العربيه مش المصريه بس في الفكر ده، وان شاء الله يا رب يتطبق وتبقى حاجه كويسه يعني ان شاء الله باذن الله. بكره مواجهه مهمه جدا بين الزمالك والرجاء، عايزنا نواجه مين في النهائي؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، البطل ما بيهموش هو هيقابل مين. البطل الله. عجبني الرد ده. لا والله. هو اللي بيدور على بطوله، والبطل بيلعب اي حد. اللي عايز ياخد بطوله هيلاعب اي حد، هيلعب القوي والضعيف فطبعا انا كمصري اتمنى ان النهائي يبقى مصري خالص،
لكن زي ما قلت لحضرتك اللي عايز يبقى بطل يلعب مع اي حد، ما يفرقش معاه مين اللي جاي له، طول ما هو مركز، طول ما هو عنده النيه وعنده التركيز وعنده ولغنا. في النهايه اتمنى النادي الاهلي ياخد البطوله في اي وضع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ودي امنيتي انا، مش انا بس، امنيه كل اهلاوي وانتم يمكن قبليه. صحيح ده اللي احنا بنتمناه، وان شاء الله باذن الله تبقى التاسعه وتبقى فالخير علينا، وان شاء الله مش هنفرط في بطولات جايه بعد كده خلاص ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله شرفتنا يا كابتن امين. شكرا كابتن، شكرا كابتن، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. طيب احنا دلوقتي طبعا وصلنا للنهارده يوم الثلاث، عارفين حضراتكم انه من 12 لواحده بينضموا لنا زمايلنا اسامه وفارس عشان الفقره بقى اللي كتير جدا من الناس بينتظرها، فقره خط احمر في البيت الكبير. اسامه وفارس ازيكم؟ ازيك يا سهام، اهلا بيك يا كابتن هاني واهلا بكابتن امين. كنا سعداء بالحلقه وان شاء الله نقدم محتوى النهارده جيد، جمهور بيستناه كل اسبوع ان شاء الله. اهلا بيك كابتن هاني، واهلا بيك سهام، اهلا طبعا بكابتن امين عرابي. الشبه كبير قوي يا كابتن مع كابتن اسامه عرابي. اهلا بيك. اهلا بيك. انا بس عايز اسال سؤال لسهام، انت ليه لابسه ابيض النهارده؟ ابيض؟ طب مش يمكن اوف وايت وانت مش واخد بالك يعني يا اسامه؟ مش يمكن؟ خلاص لو اوف وايت يبقى براءه. ركز يا اسامه، التلات يعني خليكي في الوان بعيد عن الابيض بعد اذنك. ده هنعمل رومنتادا عليكي. هنستمتع بيكم، احنا بنختم مع حضراتكم دلوقتي ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل اسامه وفارس اتفضل. ورجعنا لكم وبدايه فقرتنا الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه مره ثانيه. اهلا بيك يا فارس للمره ال 42. عايزين المره ال 42 الدوري في الجزيره. عايزين نقول ان نفسيا بعض الامور لما بتعتاد عليها بتفقد مستوى شعور يا اسامه بالفرحه بيها، ولكن نرجع كلنا ل 2015 والدوري بيضيع من النادي الاهلي. كل واحد فينا حس بلحظات حزن يمكن ما كانش مر بيها من فتره طويله، لان المقابل نفسيا انك لما بتفقد بطوله القاعده ان هي بتاعتك بتتاثر. الدوري ال 42 كان من نصيب النادي الاهلي من اصل 61 بطوله دوري موزعه على جميع الفرق، نسبه النادي الاهلي من 61 بطوله كام؟ ما يقرب من 69%. الاهلي يصنع الاعجاز، وزي ما قلنا قبل كده القاعده هي ان الاهلي البطل، الدوري المصري بيبدا والاهلي هو البطل ليه. وما ننساش كمان في اللحظه اللي كان فيها تتويج الاهلي بالدوري ال 42 كان بيتزامن مع عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب اللي بنقول له كل سنه وانت طيب. حابين بس نتكلم في لقطه، كابتن محمود الخطيب اكتفى يا اسامه بلحظات قليله جدا، كان بيصاحب مؤمن زكريا فيها الى منصه التتويج ثم توارى وساب المشهد للاعبين. دي صفات القائد، ودي اللي دايما بنتكلم انك محتاج تكون على قدر كبير جدا من النقاء والتصالح مع نفسك عشان تطلع لقطات زي دي. كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، كالعاده اسطوره بالنسبه لنا، شخصيه ملهمه، جزء من ذكرياتنا مع النادي الاهلي يا اسامه. تأكيد كل سنه والكابتن محمود الخطيب طيب وبخير ودايما في انجازات، ودايما اسطوره للنادي الاهلي واسطوره للرياضه المصريه بشكل عام. وزي ما فارس قال ان الكابتن محمود الخطيب دايما بيكون بره صوره الاحتفال، لكن دايما بيكون موجود جوه كل انتصار وكل صوره للانتصار. فكل سنه وكابتن محمود الخطيب بخير وسعاده. وطبعا يا فارس عندنا ارقام قياسيه اتحققت في الدوري المصري ده، وباكد على كلام فارس، كل انديه في العالم بتحتفل دايما بالدوري العام، لان ده المؤشر على قوة الفريق. الفريق البطل في أي دولة في العالم هتيجي تسأل عنه هيقول لك هو بطل الدوري، ليفربول أو مانشستر أو أي فريق أو بايرن دايما في احتفالات. وطبعا جماهير النادي الأهلي نفسها في بطولة أفريقيا، والحمد لله احنا واصلين النهائي، لكن ده مش يخلينا إننا نقلل من قيمة البطولة الأهم في مصر أو البطولة المحلية الأهم، وهي بطولة الدوري، خاصة لما تتحقق في ظل أرقام قياسية فارس ما اتحققتش قبل كده. من مهم جدا يا أسامة خد من كلامك، لما شفنا جمهور الزمالك بيقيم فكرة الفرق ما بين الوداد والرجاء كان دايما في جملة واضحة بتتقال، هو مين بطل الدوري المغربي؟ أعتقد لما بيجوا هم لنفس القاعدة هنا بيكون عندهم حسابات تانية، ولكن ده لا يمنع أن النادي الأهلي حقق أرقام مهمة جدا، مش بس لقب الدوري 42، لا كمان أعلى. هنشوفها بعد نطلع الستينج ونبدأ بداية فقرتنا، نطلع مع فقرة عين تانية.
أول أرقامنا القياسية هو رقم مهم جدا للنادي الأهلي وهو فارق الأهداف. مش بس يا أسامة فكرة قوتك الهجومية، ولكن من كمان فارق الأهداف الدفاع عن الهجوم. النادي الأهلي 66 هدف الموسم الحالي 2019-2020 هو أعلى فارق أهداف لفريق في تاريخ الدوري المصري. بس ما كانش ده بس، لو رجعنا نشوف المواسم اللي كان فيها أعلى فارق أهداف بين الفرق، كان النادي الأهلي برضو هو بطل المشهد كالعادة. هنيجي ل 59 هدف موسم 74-75، 56 هدف موسم 2017-2018، 52 هدف موسم 75-76، و51 هدف موسم 2005-2006. الأهلي يصنع التاريخ كالعادة يا أسامة. الأهلي يصنع التاريخ، والأهلي دايما بينافس نفسه، ولكن بما وبيكسر أرقام الأهلي. لكن بما أننا فارس اتكلمنا عن فكرة الأهداف، حابب أوصل رسالة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي اللي بتتخوف أحيانا من أن في فرق بتوصل أقل أو محاولاتها على المرمى أقل فبتسجل أهداف. مش دي القاعدة، لأن القاعدة لما نيجي نبص للدوري العام، عملنا مقارنة بين ثلاث فرق، أهلي زمالك بيراميدز، والإكسبكتد جول أو الأهداف المتوقعة لكل فريق كان ممكن تتسجل كام وسجلوا منها كام. النادي الأهلي كان المفروض أهدافه المتوقعة نسبت ل 8 وصلت ل 98 هدف، قدر يحقق منها 72 هدف، قرب بكتير من الأهداف المتوقعة ليه. لكن نادي بيراميدز كان 82 هدف أهداف متوقعة، سجل منها 54 هدف فقط لغير. الزمالك المرشح المحتمل في مواجهته في نهائي الأفريقي إذا تخطى الرجاء عنده 81 الاكسبكتد جول او الاهداف اللي كان المفروض يسجلها في الموسم، سجل منها فقط لغير 50 هدف. النادي الاهلي من كل 7 محاولات على المرمى بيقدر يسجل هدف، نادي بيراميدز من كل 8 محاولات على المرمى بيسجل هدف، نادي الزمالك من كل 9 محاولات على المرمى بيسجل هدف. ده معناه ايه؟ معناه اطمنوا ان الاستثناء اللي حصل مع نادي الزمالك في بعض المباريات الكبيره من عدد محاولات اقل، ده استثناء مش القاعده، لكن القاعده هو اللي وضعها النادي الاهلي، اعلى اكسبكتد جول، اعلى تحقيق للاهداف، اعلى كمان تسجيل اهداف من اقل فرص محققه. فنطمن بس عشان الناس اللي قلقانه من جماهير النادي الاهلي، لكن نروح نستكمل بقيه الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي والوصول ل 89 نقطه. والنادي الاهلي ايضا بيكسر رقم النادي الاهلي اللي حققه في موسم 2017-2018 بتحقيق 88 نقطه. كمان رقم قياسي حققه النادي الاهلي وهو عدد الانتصارات خلال موسم واحد، 28 انتصار بالمساواه مع النادي الاهلي موسم 2017-2018. اعلى عدد مرات من الشباك النظيفه في موسم واحد 28، وده كان رقم مسجل باسم نادي الاسماعيلي موسم 90-91 اللي فاز بيه بعد مباراه فاصله مع النادي الاهلي. كان الاسماعيلي 27 مباراه، النادي الاهلي 28 مباراه. دي ارقام قياسيه الاهلي تقريبا بينافس فيها نفسه، ما عدا رقم النادي الاهلي كان بينافس فيه النادي الاسماعيلي. وطبعا ما ننساش من الارقام او الشباك النظيفه رقم محمد الشناوي اللي كسر فيه رقم برضه شريف اكرامي لاعب الاهلي السابق. اعتقد يا فارس ارقام قياسيه بتقول ان بطوله الدوري المصري هي بطوله الاهلي المصري. احنا قلنا قاعده، ابدا وتعامل نفسيا ان الدوري ده بتاع الاهلي، لو حصل الاستثناء يبقى من نصيبك على مدار سنوات قليلة جدا يسمح لك فيها النادي الأهلي بأنك تتوج بالبطولة. بس لفت نظرنا المشهد بتاع الاحتفال، كانت مشاهد مفرحة. مش بس مجرد فكرة أن النادي الأهلي بيحتفل واللاعبين الروح ما بينهم كويسة، لا، أنت في التوقيت ده من بطولة إفريقيا كمان، أن روح الفريق تبقى بالشكل ده، أن احنا نشوف أن الفريق كله قريب من بعضه بالشكل ده، نشوف اللعيبة بتتبارى في مين فيهم يعبر عن فرحته باللقب اكتر. شفنا مشهد كابتن احمد فتحي، تختلف تتفق، ولكن النادي الاهلي عرف يخلي اللقطه الاخيره بشكل رائع جدا. وعلى فكره انا باكد النادي الاهلي عرف يخلي اللقطه الاخيره، وكان النادي الاهلي حريص على ده. شفنا اسامه زي يا فارس ما كان حريص مع بعض اللاعبين ان يخلي اللقطه الاخيره افضل، ولكن بعض اللاعبين اللي بتصرفاتهم اللي اختلفت مع تصرفات احمد فتحي شويه خلت اللقطه مش سلبيه. كده احمد دخلت في اللي انا قصدي عليه بشكل كامل، وهي فكره ان النادي الاهلي هو اللي خلى المشهد يخرج بالشكل ده. كمان عايزين نقول حاجه، فكره موسيماني.
سرعة انصهار الراجل ده مع النادي الأهلي. الراجل ده دخل بسرعة جدا، الراجل ده عرف يتأقلم. على فكرة كان في بعض التحفظ عند الناس اللي بتتكلم في فكرة ان المدربين من جنوب أفريقيا. الراجل ده تعامل مع مكان هو عرف تاريخه كويس قوي، عرف أدبياته، عرف قواعده، وعشان كده اللقطة دي الراجل بيتعامل كقائد للفريق، بيتعامل بروح واضحة عليه جدا يا أسامة. بيمتلك الشغف يا فارس، ودي مهمة جدا. لما يكون المدير الفني جاي يقود فريق بحجم النادي الأهلي وهو عارف حجم النادي الأهلي بشكل كويس، وبالنسبة له كان حلم ان هو يكون المدير الفني للنادي الأهلي، وكمان بيمتلك الشغف والحماس ان هو يصنع الفارق مع النادي الأهلي ويكتب تاريخ مختلف لموسيماني عن تاريخ موسيماني مع صن داونز، اعتقد بنشوف الصور دي. غير بقى ان هو من الناحيه النفسيه بيجيد التعامل مع كل اللاعبين، ودي نقطه مش ممكن نغفلها في المدير الفني او في اي قائد، لان في النهايه هو قائد للفريق ده. فبالتالي الناحيه النفسيه والتعامل مع الجوانب النفسيه والتحدي والشغف واضحين جدا في موسيماني. لسه ما حققش حاجه بالتاكيد، ولكن بوادر موسيماني مع النادي الاهلي اعتقد الجميع بقى يشهد بيها، مش بس وجودنا في قناه النادي الاهلي اللي بنتحدث عن موسيماني بشكل ايجابي. نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليفه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله نحتفل جميعا يوم 27 نوفمبر بفوز النادي الاهلي بالبطوله الغاليه الثانيه يا موسيماني. تعالى بقى نشوف يا احمد لما موسيماني حب يوجه رسائل بعد المباراه ازاي كانت الرسائل، وازاي الراجل كان بيفكر، وازاي اتكلم، وده المهم، لان ازاي انت لما بتتكلم بتبين للناس شخصيتك ايه. نشوف اول حاجه كتبها موسيماني تعقيبا على تتويج الاهلي، بيشكر النادي الاهلي، بيشكر كابتن محمود الخطيب ومجلسه، بيشكر المدير الفني السابق ريني فايلر اللي كان ليه رساله خاصه ليه اسامه هيبقى يستعرضها، وبيشكر الطاقم الفني كله، وبيشكر 70 مليون أهلاوي، وأعتقد يا موسيماني إحنا أكتر من كده بكتير. وبنتكلم كمان إن الراجل بيفخر إنه تواجد في سجلات وتاريخ النادي الأهلي، زي ما أسامة كان بيقول لكم إن كويس جدا إن يكون عندك مدرب حاسس بقيمة المكان اللي هو فيه. الموضوع مش بالسي في فعلا، وشفنا إزاي إن مدرب زي موسيماني الشغف اللي أسامة قال لكم عليه بيفرق معاه كتير جدا. كان عنده رساله ثانيه، كان عنده احترام ايضا للمدير الفني السابق، ودي حاجه هو مش مجبر عليها، ولكن في النهايه هو الراجل مقتنع تماما ان هو جاء استكمل مسيره بطوله منتهيه، وده الرساله اللي بعتها لرينيه فايلر ان هو خلاص الراجل جاء بعد ما كانت البطوله اتحسمت، فبالتالي هو جاء يحافظ على الشكل او الستايل في النهايه يكمل اللي بدأه فايلر. وبعت تحيه لرينيه فايلر، ولكن في نقطه مهمه جدا عملها موسيماني في الاربع مرات اللي لعبوا في الدوري ان هو ما تلقاش ولا هدف، ودي نقطه مهمه جدا برضو لازم يعني نلفت الانتباه ليها، لان مهم جدا برضو ان الراجل يكون جاي مدرك ان وقت ظروف زي مباراه بيراميدز يكون ناقص لاعب ويطلع محافظ على نظافه شباكه، ويروح الوداد محافظ على نظافه شباكه، وبس هي مباراه واحده اللي يدخل فيها هدف اللي هي كانت حسمت، وكان غير اجر او اجرى خمس تغييرات. فاعتقد موسيماني كل البوادر الخير، او يعني تقول الجواب باين من عنوانه شكله كويس، ولكن لسه برضو محتاجين ان النتائج تحقق على ارض الواقع، يحقق بطولات عشان نبدا نحط موسيماني في مكانه هو وارد جدا يوصل له مكانه مدربين كبار جم قادوا النادي الاهلي. لكن بخصوص الدوري المصري يا فارس، ودي الرساله اللي احنا بقى عايزين نوصلها للناس، عاده الناس في كل دوري بتطلع بحجه معينه، كل مره نطلع بوكاله الاهرام، مفيش وكاله الاهرام فنطلع بلاعيب الاسماعيلي، مفيش لعيب الاسماعيلي فنطلع بالتحكيم ومساعدات التحكيميه. يا جماعه متغيرات كتير بتحصل، والقاعده واحده، الاهلي هو بطل الدوري. لو كل فريق خسر دوري وبدا يفكر اسباب خساره الدوري دي ايه غير الاسباب اللي بيتم، انا من وجهه نظري شماعات، وارد جدا نلاقي منافس قوي للنادي الاهلي، على عكس اللي احنا بنشوفه حاليا ان الدوري محسوم قبلها بسبع اسابيع فارس، والنادي الاهلي زي ما بيقول بينافس نفسه في كل مسابقات الدوري تاريخيا. عشان اللي انت قلته يا اسامه، لما في 2015 لما انت بتفقد بطوله الدوري قدرت بسرعه تعالج الاسباب لانك ما وقفتش عند مؤامره، وعلى فكره كنا بنرصد ان في اخطاء تحكيميه، بس ما وقفتش ان دي بس المشكله وحليت المشكله الحقيقيه. عشان كده النادي الاهلي بيعرف ازاي يعدل اوضاعه ويرجع لمكانته اللي هو معتاد دايما يكون فيها. بس كمان الدوري ده ما كان ليستكمل إلا عشان كان فيه إرادة أولا للدولة المصرية إن الدوري ده يكمل، وأشخاص كتير جدا بنشكرهم،
وعلى فكرة لازم من المنبر ده أوجه الشكر لكابتن أحمد شوبير. البعض يعتقد أن كابتن أحمد شوبير خدم النادي الأهلي، ولكن لا، أنا أحترم الشخص اللي ما عنده اتصال في مواقفه. نفتكر يا أسامة قبل كده كابتن أحمد 2012 و2013 كان بيقود حملات أن الدوري يرجع، كابتن شوبير قطع الصلاة على الهواء. يعني فكرة الراجل عنده مبدأ، اي حد بيشوف انه ساعه فيما يخص النادي الاهلي ده مش حقيقي. كابتن احمد شوبير كان من اول لحظه مع عوده النشاط وهو اللي كان مع تواجد الدوله المصريه، وعشان كده محتاجين نشوف تصريح كان مهم في وقت صعب جدا كان من الممكن ان البطوله تفسد فيه لولا المسؤولين اللي كان عندهم قرار واضح وصريح. نطلع ونشوف تصريح السيد الوزير اشرف صبحي. هل هنا احنا دي تفصيله زياده شويه، احنا بنتكلم على ان القرار في تفصيلة انه ده استئناف لبطولة الدوري التي لم تستأنف، ولا ملوش علاقة القرار باستئناف البطولة او بدء بطولة جديدة؟ افهم برضو من حضرتك. لا احنا بنقول استئناف الدوري، هو في دوري هيبدأ من جديد 25/7. تمام، يعني ده استئناف لبطولة الدوري اللي تبقى لدراسة لجنة اللجنة الكوماتية ولجنة اتحاد الكورة ودراستنا وقرار مجلس الوزراء. إرادتين كانوا عند السيد الوزير، الأولى هي استكمال المسابقة وعودة النشاط، والأهم التأكيد على استئناف الدوري ده. الموضوع ما كانش له علاقة بأن النادي الأهلي كان متصدر، ولكن له علاقة بفهم طبيعة التسويق وفهم طبيعة الرعاة، وأنك أنت تضحي بدوري أو أن أنت تقول أنا مش هستكمله وحبدأ مسابقة جديدة، ده معناها خسائر مالية ومستحقات كانت يعني مرتبطة بالموسم اللي انت مش هتستكمله. وهنا كان في رؤية اقتصادية كاملة من السيد الوزير، رئاسة الوزراء بالكامل، وده اللي تنفذ، وده اللي بنأكد فيه في اليوم ده ان ارادة الدولة استكمال المسابقة لولاها كان حاجات كتيرة جدا ما تحققش، وهي اللي وقفتنا النهاردة على رجلينا بسمها في حاجات كتير في الاندية حتى اللي بتلعب في افريقيا. بص يا فارس، هو الطبيعي في كل العالم، حصل كورونا في كل دول العالم، اللي حصل ايه؟ بعض الدول وده عددهم قليل جدا هم اللي لغوا الموسم وحددوا كمان مين البطل، والبعض اللي كان الموسم فيه تنافس قريب جدا بين فريقين او اكتر خلاص لغوا الموسم. لكن الطبيعة او معظم الدول كلها استكملت النشاط. البعض كان بيردد ان فكرة رئاسة الوزراء او وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي كانوا بيتكلموا عن عودة النشاط دون عن عودة او استكمال مسابقة الدوري، لكن دي تصريحات بتؤكد ان الموضوع كان استكمال الانشطة زي ما فارس قال عشان الامور الاقتصادية. لكن لو كنا بقى سيبنا الامر للجنة الخماسية بقيادة الاستاذ عمرو الجنايني كان ايه اللي ممكن يحصل؟ نعقب بعد ما نشوف الفيديو ده. هلعب ماتشين في الاسبوع. انا ما اقدرش ازنه اكتر من كده. خلاص ما اقدرش. نعم. خلينا نستنى قرار الدوله وقرار دوله رئيس الوزراء. هيطلع ايه؟ نشوف هنقدر نزنه او مش هنقدر نزنه. لكن برضو لا يخفى على احد، برضو انا بقولها ان شاء الله الكاس هيتلعب، الكاس ما عنديش مشكله. الكاس هيتلعب. ما هو برضو السؤال هنا يا استاذ عمرو، ده اللي انا كنت بنتقد فيه قبل حضرتك تدخل معايا على الهوا، ما هو برضو ما هي صحه المواطن في الكاس او صحه اللعيبه في الكاس زي صحه اللعيبه في الدوري، ايا كان بقى دول 9 ماتشات ودول 147 مباراه، ما هي نفس القصه. الله ينور عليك. الريسك يا فندم بتاع 9 ماتشات غير الريسك بتاع 100 ماتش. موافقك يا فندم، بس كده كده في ريسك، ولو بني ادم واحد اتصاب طبعا كده كده في ريسك. على فكره، على فكره انا لو رجعت حتى لو حطينا كل الاحتياطات بتاعتنا الفيفا ووزاره الصحه واتحاد الكوره واللجنه الطبيه والكلام ده كله، في ريسك علشان لا يخفى على احد طبعا طبعا هذا الكلام طبعا. لكن احنا النهارده بنقول الحياه لازم تقول. طبعا الفكره كلها كان ان الكاس يرجع، وطبعا الكاس يرجع لامور تخص اللائحه اللي بتنفذها اللجنه الخماسيه، لكن بطوله الدوري هيبقى الامور صعب. طب الريسك موجود في مباراه الكاس، اصل هم 9 مباريات. ده كان توجه الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد كره القدم. وطبعا زي ما شايفين كابتن احمد شوبير كان على طول في ردود مقنعه جدا ان زي ما في ريسك هنا في ريسك هنا، ليه ما العب هنا وليه ما العبش هنا. وطبعا الاستاذ عمرو الجنايني وصل لفعلا ان الريسك متواجد وهيكون الريسك متواجد، ولكن كان التوجه هو لعب بطولة الكاس. فهنا رسالة للأستاذ عمرو الجنايني اللي طبعا بنكن ليه التقدير والاحترام، ولكن هو قبل ما يتولى منصبه كان دايما بخفة ظل كده بيتكلم عن بطولات النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي بيحقق البطولات. أعتقد شهادة تاريخية وجودك رئيس اللجنة الخماسية والنادي الأهلي بيحقق الدوري بأرقام قياسية. أعتقد أنت دلوقتي عرفت هو إزاي النادي الأهلي بيحسم بطولة الدوري. عرفنا احمد ازاي النادي الاهلي حسم بطوله الدوري، وكان نفسي
السيد عمرو الجنايني يكون موجود في تسليم الدرع بابتسامته اللي كانت مسار كتير من الجدل الموسم اللي فات. هل هي ابتسامة السعيد بالنادي الأهلي ولا ابتسامة اليأس أمام تحقيق النادي الأهلي لبطولة مهمة؟ بس عايز أقول لك نقطة مهمة، ابتسامة مسؤول برغم الانتماء جاي بيقدم، حتى لو الابتسامة هو رسمها على وجهه. طبعا حقيقي، وزي ما بنقول السيد عمرو الجنايني كان ملتزم ببروتوكول مراسم الاحتفال في الموسم اللي فات. بروتوكول حقيقي. حقيقي. وعندنا بقى حاجة مختلفة، بما إننا بعين تانية فالجميع شاف مشهد تتويج النادي الأهلي وشاف المشهد الرائع اللي كان البطل فيه كابتن مؤمن زكريا، البطل بتاع التتويج اللي يمكن النادي الأهلي يا جماعة ألغى جميع المراسم الخاصة بالاحتفال للتركيز في بطولة أفريقيا إلا حاجة واحدة كانت فوق أي اعتبار آخر، لأنه اعتبار إنساني بحت، وهو كابتن مؤمن زكريا. حد ساب كل ده وشاف المشهد بعين تانية خالص، وهو كابتن نادر السيد. نشوف العين اللي شاف بيها ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. الشيء يذكر ان حسام عاشور يتعامل بنفس المعامله او بيتعامل بالمعامله اللي اتعامل بيها مع الاهلي مع احترام الكامل، يعني لان في الاخر ده برضو قيمه كبيره جدا. نختلف وجهات النظر، انما ما نمحيش التاريخ. ما اعرفش هو كان موجود النهارده في الاحتفاليه ولا لا. لازم يكون موجود. ولا رمضان طبعا كان لازم يكون موجود، كان لازم شريف اكرامي يكون موجود. حتى لو ما جوش شريف او رمضان او غيره، بس لازم ده اعترافا بيه ان هم مشاركين في ده يعني احمد فتحي كان موجود مثلا. احمد فتحي لان الوضع مختلف، هو موجود في الملعب. كابتن هو موجود في الملعب. لا مش قصدي يا كابتن، انا قصدي المبدا على الجميع معايا. انا شاركت وتعبت وعرقت، اختلف معاك في وجهات النظر، دي حاجه وارده معايا، انما اكون موجود في، لان ده تكريم لكل الناس اللي اجتهدوا في الامانه. كابتن نادر السيد راح لحته غريبه جدا. اولا احنا اتفرجنا على اللقاء بتاعه كامل، وكان فيه كبير جدا القدر اللي اتكلم بيه من التوازن. لا كان فيه توازن، وكان فيه اشاده بالنادي الاهلي في حاجات كتير جدا، ولكن الفكره اللي بيتكلم بيها كابتن نادر السيد، هل النادي الاهلي فعلا قصر في عدم دعوه لاعبين معينين؟ اولا احنا زي ما قلنا النادي الاهلي ما دعاش ناس بصفه احتفاليه، لاعبين كتير ما كانوش موجودين. كابتن سعد سمير ما كانش موجود لا موجود. لا يعني ما شفناهوش في ارض الملعب بشكل احتفالي. احنا بنتكلم، انت شفته في المدرج ولكن بنتكلم ان ما كانش الموضوع انت اللاعبين بيحضروا، وان انت بتيجي بتسلم لاعبين ميداليات، او ان انت بتتعامل بان ده مراسم لازم يكون كل لاعب مشارك فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا حابين نتكلم بقى بشكل واضح، عشان الموضوع يا احمد لما ما بيكونش فيه تناول، واحيانا النادي الاهلي بيرتقب ادبياته قوي، فبيكون شكل من اشكال العقاب ليه ان الناس بتحمله هو الخطا. كابتن حسام عاشور النادي الاهلي لم يقصر معاه، عشان حضرتك تطلع الموضوع وكان النادي الاهلي بيعاقبه وما ينفعش اللي اتعمل مع كابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور كان حابب يكمل في النادي الاهلي ويجدد، وكان في راي فني بان هو ما يكونش موجود بشكل واضح، راي فني النادي الاهلي لانه يحترم المدير الفني للنادي، عرض على كابتن حسام عاشور ما يعرف بالخروج المثالي وليس الخروج الامن. خروج مثالي حضرتك تكون موجود يا كابتن حسام في أي منصب بتحبه، وكمان تكون موجود في قناة النادي الأهلي لو تحب، ومهرجان اعتزال ككسر لقاعدة النادي الأهلي في عدم إقامة مباريات اعتزال. حصلت مشكلة فيما بعد، حتى أطرافها الأخرى قالت إن كابتن حسام عاشور كان جزء من الخطأ فيها، ده مش النادي الأهلي. ومع ذلك النادي الأهلي ما زال يحافظ على كابتن حسام عاشور، إلى أن بنشوف كل فترة شكل من أشكال الإسقاطات وشكل من اشكال التصريحات اللي مش لذيذه، وان انا اروح اقعد مع حد بيصف النادي الاهلي بانه كان قليل الاصل. كل ده بنشوفه والنادي الاهلي يحافظ على كابتن حسام عاشور. يبقى ما ينفعش بعد صمت النادي الاهلي ده للحفاظ على اللاعب يجي يتقال النادي الاهلي بيعامله بالشكل ده. اما كابتن رمضان صبحي، كابتن رمضان صبحي نفسه كان نادي بيراميدز بيخسر الكاس وبيخرج من دوري ابطال افريقيا في النهائي وبيخسر المركز الثاني، وكان طالع الراجل بيعمل حلقه فن والدنيا تمام وبتاع. فاصلا كابتن رمضان صبحي راح لتوجه ثاني خالص، وموقف جمهور النادي الاهلي معروف منه. هل ده معناه ان الناس دي ملهاش حق في البطوله؟ لا، هم نفسهم قالوا يا اسامه احنا حقنا مسجل في البطوله دي، واكيد حقك مسجل، انما النادي الاهلي ما تجاوزش في حق حد ولا اساء لحد
ان هو حرمه من ان يكون اسمه موجود في البطوله. لا، اسمك موجود ولكن النادي الاهلي ما دعاش اشخاص بعينهم. لا مش كده وبس يا فارس، بما انك اتكلمت عن رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف اكرامي، والحقيقه ان البعض بيبتز النادي الاهلي بالمثاليه الزايده وبيبتز النادي الاهلي عشان اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، فعاوزين النادي الاهلي يجي على نفسه عشان خاطر يرضي البعض، وده طبعا تصور مش صحيح، لدرجه او بدليل ان رمضان صبحي اللي كابتن نادر سيد كان عاوز يكون موجود في المشهد، هو بنفسه كان قال حقهم ان هم يشيلوا صورتي من الاستاد، هو بنفسه اللي مقتنع تماما ان هو وجوده جوه النادي الاهلي حتى لو صوره بقى شيء صعب جدا وحق اصيل للنادي الاهلي بعد اختياره، خلاص هو حر في اختياره. كذلك الكابتن شريف اكرامي، كذلك حسام عاشور اللي دايما تصريحاته بفكره انا رحت نادي شعبيه تضاهي النادي الاهلي، رئيس نادي مش بيرجع في كلام، وكلام كتير جماهير النادي الاهلي لمساه كويس جدا، فمش عايزين حد يبتز النادي الاهلي لا بقيم النادي الاهلي ولا باخلاق النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عارف كويس قوي ان هو نادي القيم والاخلاق. والحقيقه مشهد احمد فتحي هو مشهد بيرد على الكابتن نادر السيد، ما هو احمد فتحي وقع مع نادي اخر، ولكن احمد فتحي خلاص خد الجانب الاحترافي، انا لاعب محترف هديك لغايه اخر دقيقه في عقدي، فكان احمد فتحي متواجد في ارض الملعب وبيستلم درع الدوري برغم ان هو رايح نادي تاني، ودي كانت المباراه الاخيره لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، واعتقد دي ردت على كلام الكابتن نادر السيد. والحقيقه النادي الاهلي اذا كان مطالب مع اي لاعب خلاص انتهت العلاقه بينه وبين النادي، هي مطالب ومستحقات ماليه، انت لعبت تاخد حقك كلاعب، خلاص التقدير المادي اهم حاجه. بنشوف انديه تانية ولاعبين تانيين معتزلين من سنين السنين وحتى الان بيطالبوا بمستحقاتهم من داخل الانديه الاخرى. عندنا مثال واضح جدا، الكابتن احمد حسن عميد لعيب العالم بيسيب النادي الاهلي وبيروح نادي الزمالك وبيوصل له مستحقات الدوري نادي الزمالك، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، مش بيضيع معاه حق لاعب. اما التقدير المعنوي لما اللاعب يقدر النادي الاهلي ويقدر جماهير النادي الاهلي، وقتها هيكون حق على النادي الاهلي ان هو يقدر هذا اللاعب. لكن في لاعبين هيردوا كمان على الكابتن نادر السيد من فكره التقدير المعنوي والتقدير المادي بعد رحيلهم عن الانديه، زي الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي للكابتن معتز اينو. نشوف الكابتن معتز اينو ونرجع نعقب. التزاماتك وارتباطاتك الماليه ولا كلمه، لدرجه بعد ما مشيت كمان وانا في حرس الحدود كان ليا مستحقات. النادي الاهلي بكل شياكه واحترام ونزاهه انا بقولها على الملأ، بتهزر؟ اقسم بالله. هم اللي بعتوا لك ولا انت اللي قعدت تلحق فلوس؟ لا لا لا، ما فيش الحاح، هي كانت الفتره دي كانت ساعتها الثوره والقصة، فكان كده كده مش عليا انا. دي كان على كل الفرقه. وقت ما ورغم اللي انا بره النادي، كنت انا واحمد السيد وشوقي نروح زينا زي اللعيبه، بس اللعيبه الفرق اللي انا بروح اخد فلوسي كاش. لكن اللعيبه عشان موجودين بينزلوا في الكارت في الارض في الميعاد، اول ما الفلوس بتنزل الدفعات اللي هي مستحقات بروح اخدها كانك لاعب في الفريق، واخش النادي عادي واروح الخزنه اخدها. وانت تلعب في حرس وانا بلعب في حرس حدود وانت بتجيب جون في الاهلي عادي؟ انت بتهزر؟ والله ما بهزر، وخدت فلوسي على داير مليم، محدش قفل الباب في وشك ويلا يا خاين وانت جبت في الاهلي جون. صعب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انت لاعب نهايه علاقتك بشكل واضح مع النادي الاهلي ليك تقدير معنوي وتقدير مادي، نهايتها بشكل انت اسأت التصرف فيه ليك التقدير المادي ومستحقاتك، لان زي ما قال اينو كده صعب في النادي الاهلي لاعب ما ياخدش حقه. وعمر لاعب في النادي الاهلي ما ياخدش حقه، هتاخد حقك كبطولات وكتاريخ مكتوب، الارقام ما حدش يقدر يغيرها، انما مكانتك في قلوب الجمهور انت اللي بتحددها، وكل واحد بياخد المكانه اللي بيستحقها. مش بس معتز اينو ده كان رايه، معانا كمان كابتن تريزيجيه اتكلم في نفس النقطة وقال ازاي النادي الاهلي بيتعامل مع اللاعب بعد ما بيمشي منه. نشوف الفيديو. لكن ما حصلش اتصالات من الاهلي خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن زيزو كلموني مرة، كنت لسه راجع من الإصابة الحمد لله على السلامة وكده وربنا يكرمك، وكان ليا فلوس في النادي وكابتن سيد عبد الحفيظ الدهاني المفروض ان انا مشيت من النادي وكده، ما في النوادي كتير قوي، لا ما خلاص انا مشيت من النادي، لا ده كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني وبعت لي الفلوس واداهاني، وطبعا انا بشكره جدا على اللي هو بيعمله معايا واللي عمله معايا قبل كده. كابتن سيد عبد الحفيظ كان هو اللي موجود اول ما طلعت. فكنت بسمعه كده والناس خلاص كلمتني انت راجع خلاص، وسعد كلمني كان بيقول لي انت راجع، والناس كتير قوي كلمتني، وانا برضو انا هبقى مبسوط لو رجعت الاهلي طبعا، بس انا عايز احقق حلمي وحلم النادي، يعني انا عايز ابقى ابن النادي وعامل حاجه في اوروبا. انا ما امثلش نفسي، وان انا ما هم يشتروني النادي هياخد مبلغ كويس. ده النادي الاهلي يا كابتن نادر في الجزء العملي هو اللي بيدور على حقوق اللاعب كمان، اما اللي هو اختار بارادته ان احيانا ما يكونش جزء من فرحه النادي الاهلي، عمر الجمهور وقت الفرح ما هيدور عليه، وده شيء منطقي
وبرده يا اسامه ما كانش اخر حد كابتن تريزيجيه. انا عايز بس اعقب على نقطه تريزيجيه في نقطه. تريزيجيه في التوقيت ده النادي الاهلي كان في اشد الاحتياج اليه، وكان تريزيجيه عقله في الاحتراف، ومع ذلك النادي الاهلي بيديله مستحقاته، لان ده موضوع، وموضوع انك تبقى في النادي الاهلي موضوع تاني بيحتاج ان انت يكون عندك الاراده انك تبقى متواجد في النادي الاهلي وتخلص لتيشيرت النادي الاهلي. لكن انت لو احلامك مختلفه خلاص مع احلامك، لكن حقك هتاخده. ومش ده بس اللي احنا بنتكلم فيه كلاعبين، لا كمان ريني فايلر بعد الشرط اللي اتحطه من 1 اكتوبر ل 10 اكتوبر واللي هيكمل، لا هيرحل، ومشادات، ووضعنا في موقف حرج قبل نهائي نصف نهائي بطوله افريقيا. ولكن ريني فايلر بيوصلوا مستحقات بطوله الدوري، ومفيش مدير فني هيتواجد في النادي الاهلي وتلاقيه خرج وقال اي تصريح يسيء للنادي الاهلي من قريب او من بعيد. ريني فايلر اخرهم، لكن مش ريني فايلر اخرهم حاليا، لكن مش هيكون اخرهم، لان دايما تاريخ النادي الاهلي مع المديرين الفنيين فارس احتفالات وتكريم، ودايما بنلاقي في ارتباط وجداني بين المدير الفني الاجنبي والنادي الاهلي مع مرور الوقت. عارف عجبني في فايلر ايه؟ انه ما وقعش في الفخ، ما وقعش في الفخ اللي غيره وقع فيه في تصريحات فيها شكل من اشكال المكايده والتصريحات الاعلاميه اللي بتخسر كتير. ريني فايلر كان اذكى من ده بكتير جدا، وعرف يتكلم عن النادي الاهلي بشكل كويس. ما كانتش بس دي فقرتنا الاخيره، لا معانا فقرات تانية، معانا فقره فارو. ورجعنا لكم، والعودة المرة دي هي عودة لاستئناف بطولة إفريقيا اللي خفنا للحظة وشكينا إن البطولة دي أصبحت عقدة. إحنا نعمل أقصى ما علينا، يجي ظروف خارجية، وقلنا إن البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله لو أراد ربنا والنادي الأهلي حققها هيكون لها قصة مختلفة وسيناريو هنشوفه معاكم هنا من جانب تاني خالص. الكاف كان على المحك نتيجة قرار بتأجيل مباريات نصف النهائي ونهائي البطولة مرة أخرى. خرج جواب من الأمن نتيجة ظروف داخلية هنا تخص الانتخابات بالزبط. وأمر طبيعي الأمن أرسل للكاف. كانت الردود فيها شكل من أشكال الغرابة من الكاف، لأن يكاد يكون الموضوع راح لحتة أبعد بكتير جدا، إن لقينا مواعيد أخرى بتحدد. كنا نخشى للحظات إن البطولة ما تستكملش، ولكن في المواعيد دي يا اسامه لازم نقول ايا كانت اسبابها ايه، مين هو اكبر متضرر فيها؟ النادي الاهلي ونادي الرجاء ونادي الزمالك اطراف الموضوع. الزمالك عنده اصابات، صرح مسؤولين الزمالك بشكل واضح لا ندعي ان هما احنا كان عندنا خطه من تاجيل المباراه، واحنا كمان كنا حريصين على تاجيل المباراه، نقطه خلاص خلص. بنيجي للرجاء، أكيد لا يخفى على أحد إصابات الكورونا وحرص الرجاء على تأجيل المباراة. طرف واحد فقط كان هو في قمة جاهزيته للمباراة وحسم البطولة، وهو النادي الأهلي، هو الطرف الأكثر تضررا من هذا التأجيل. عشان كده لازم نحط في الصورة أن القرارات حتى أن قد يتضرر منها النادي الأهلي، ولكن نحن لا نعيش في مظلومية ما بنتكلمش عن مؤامرات، ولكن بنقول ان عمليا لازم نسجل النقطة دي ان النادي الاهلي كان الاكثر تضررا من هذا التأجيل. مهم جدا يا فارس، ومهم جدا فكرة التخوفات اللي انت بتتكلم فيها، لان حابين نوضح لمشاهدي قناة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان ان ليه وصلنا كجماهير النادي الاهلي نتحدث عن تخوفات. لان الحقيقة يعني استعرضنا في الحلقات السابقه حاجات كتيره جدا تخص الكاف وقراراته والتراجع في القرارات وتعيين حكام وضغوط تتراجع تاني ودخول لعيبه وانديه مسابقات تخرج منها وتدخل تاني، فبالتالي انت بقاش عندك الكاف ذو المسطره اللي هو هيدي قرار هيبقى هو ده القرار، لا انت بقى عندك دلوقتي يا ترى القرار ده هيتغير بعد ساعتين ولا ساعتين وربع، يعني الموضوع بقى كده، فبالتالي تخوفاتنا دي انت بتضحك ليه؟ انا بضحك على الكاف ذو المسطره يا ابني، الكاف ذو المنقله. لا لا الموضوع حلزونه بجد والله. فبالتالي تخوفاتنا دي تخوفات في محلها تماما، ولكن مع التخوفات دي كل حد لازم في منظومه النادي الاهلي يقوم بدوره، جماهير، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، ولازم اللاعبين تحديدا اسمك هيتكتب بحروف من ده في سجلات دوري ابطال افريقيا. لازم امامك 90 دقيقة بإذنك يا رب، بإذنك يا رب ما تحاولش تقلل من تركيزك ملي واحد، جهدك لازم يكون أقصى ما يكون، 90 دقيقة رجولة، 90 دقيقة قتال، أيا كان موعد المباراة، أيا كان ملعب المباراة،
ايا كان حكم المباراه، حتى لو احنا هنا ابدينا تخوفات من بعض الحكام، وانا تحديدا بملاك تسمية بتمنى يا رب ما يجي، ولكن مع ذلك لما ابدينا تخوفنا على سيكازوي انت قدرت تفوز على الوداد في المغرب 2-0. فسيبك من فكره اي تخوفات كاعلام النادي الاهلي، نبديها من فكره التحكيم الافريقي اللي بنعاني منه. انت ركز ان يكون مستواك الفني توب، ركز ان يكون تركيزك في ال 90 دقيقه هو الاعلى، ان دي بطوله هتكتب اسمك بحروف من ذهب في سجلات الشرف داخل النادي الاهلي، كمان بقى هتدعمك معنويا، هتبقى في ذكرى وقلب كل مشجع اهلاوي بيحلم بالفعل بالبطوله دي، لانها غابت عن النادي الاهلي اعتقد فتره اطول مما ينبغي. ده مهم جدا، رساله نوصلها للاعيبي النادي الاهلي، ركز في الملعب فقط لا غير، وسيب الباقي علينا، كل ما هو بره الملعب ما تشغلش بالك بيه. لكن جزء المؤامرات او نظريه المؤامره متواجده بشكل كبير جدا ودائم عند البعض، فحبينا ناخد تصريحات نعقب عليها عشان نوضح فروقات كثيره جدا ومهمه جدا. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. انا اجلت نهائي افريقيا عشان خاطر عشان خاطر ان في انتخابات مجلس نواب. طب هو انا باجل الدور قبل النهائي ليه؟ من 1 نوفمبر اخليه 3 نوفمبر؟ لا كمان مش 3، اخليه 4، لا كمان مش 4، ده كان بمقترحين يخلوها 5، بس الزمالك هو اللي قال خليها 4، لانه ادوا اقتراح ل 4 ل 5، يعني كانوا عايزين يخلوها 5 كمان نوفمبر، فخلوها 4. وحضرتك بتأجل ليه يا اتحادي افريقي؟ بتأجل ليه اليوم 4؟ مش حضرتك بعد ما اجلت خليتها 1 نوفمبر؟ هو في حاجه في انتخابات الدوله المصريه قالت لك اجل؟ انت حددت يوم 1 نوفمبر، بتأجل ليه اليوم 4؟ هنا السؤال، حاجه غريبه جدا، كانك بتعطي فرصه للفريق الاخر انه يتعافى اكتر واكتر. انا ما عنديش مشكله ان اللعيبه تتعافى وربنا يشفي الجميع، مش دي مشكلتي، مشكلتي اللي بيعمله الاتحاد الافريقي. هو بالفعل اللي بيعمله الاتحاد الافريقي عشان نكون منصفين هو مشكله، ولكن المشكله دي حتى الكابتن خالد وهو بيتكلم كان هيغلط ويقول ان الموضوع تم بالاتفاق بين الناديين، نادي الزمالك ونادي الرجاء، وده اللي اعلنه الكاف في البيان المقتضب اللي اتكلم فيه عن فكره تاجيل نصف النهائي. اذا كان في اتفاق، وهو حاول كان هيقول ان هو كان عايزين يعملوا لهم 5، ولكن فيعني تلعثم في الكلام وحاول يعديه عشان ما يوضحش ان تحديد يوم 4 هو اتفاق بين الطرفين. ايا كان الموقف ايه، فاحنا بنؤكد الكلام اللي احنا جايين ليه الفقره دي، ان النادي الاهلي غير مستفيد اطلاقا من كميه التخبطات اللي بتحصل دي، بل بالعكس النادي الاهلي هو الاكثر تضررا من كل الفرق الموجوده اللي كانت موجوده في المربع الذهبي من تاجيل اصلا نصف النهائي من البدايه. ومع ذلك بنقول تركيزنا يا فارس في الملعب والبيع على ربنا ان شاء الله يا اسامه، التركيز ده هيؤتي ثماره، ولكن نظريه المؤامره لا تتوقف، وقولا واحدا لا تتوقف، عشان كده محتاجين نقف مع تقييم كابتن خالد الغندور لبكاري جسام. كابتن خالد الغندور بمجرد السماع او الاعلان عن ان بكاري جسامه حكم محتمل لمباراه الرجاء والزمالك، كابتن خالد الغندور كان له راي مهم جدا نقف عند الراي ده، نطلع ونشوف الاول هو قال ايه. انت بتجيب بكاري جسامه، اشمعنى؟ اشمعنى بكاري جسامه؟ اشمعنى في الماتشات المصيريه بيكون بكاري جسامه؟ واسمعوا عمرو مصطفى مراد فهمي بيقول ايه عليه؟ بيقول ايه عليه؟ كلام خطير جدا. النادي الاهلي اشتكاه قبل كده فخاف وترعب، راح هناك ماتش سان داونز الثاني، راح ما رضاش يطرد احمد فتحي، خاف النادي الاهلي عمل له رعب. النهارده نادي الزمالك انا على حد علمي يعني قيل ان هو هيودي جواب يتساءل اشمعنى بكاري جسامه، يعني اللي هو يوم الاربعاء اشمعنى. على العموم انا بعمل الفيديو ده تحذير للاتحاد الافريقي، وبكلم اخواتنا هناك في المغرب، بكاري جسامه في تقنيه فار، اي مش هتتكرر بقى موضوع بيراميدز ونهضه بركان، يعني بيراميدز ونهضه بركان كان لا مؤاخذه يعني باينه قوي، يعني نهضه بركان وفوزي لكجع كانت باينه قوي. محتاجين نركز جدا في الفيديو ده، الفيديو ده فيه نقطتين مهمين قوي.
اولا في طريقه عرض كارثيه. كابتن خالد الغندور قال رحم الله عمرو مصطفى فهمي اللي بنديله كل لحظه كريدت على اللي كان بيعمله. ده لازم نفتكر الراجل ده لانه كان شخصيه عظيمه. بيستشهدوا بيه دلوقتي يا فارس، بيستشهدوا بيه بعد ما كانوا بينتقدوه وبيتكلموا عن انه كادر النادي الاهلي في الكاف، بيستشهدوا بيه دلوقتي. انا عندي بقى نقطه كمان في الاستشهاد، هو قال ارجعوا الكلام عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامه اللي النادي الاهلي ظلم النادي الاهلي وبعد كده عوض النادي الاهلي قدام سان داونز وتغاضى عن وتفهم من سياق الكلام ان عمرو مصطفى فهمي قال كده. لا خالص، الراجل كان بيتكلم ان بكاري جسامه وجه البطوله في اتجاه واضح وتعمد اقصاء الاهلي واستشهد بواقع الفساد. مش بس هو النهارده بيستشهد بعمرو مصطفى فهمي لان الشخص صاحب السيره الرائعه اللي فعلا مواقفه هتفضل باقيه، هو اللي هيجبرك في يوم من الايام لان هو ذو حيثيه ولان هو شخص نظيف ان انت تستشهد بيه ان انت تجيب كلامه. الاهم كمان في الكلام حاجه طريفه جدا، كابتن خالد الغندور لما حب يشير على صفحته الصوره نزلها من صفحه بيتكلم شاهدوا ماذا قال كابتن عمرو مصطفى فهمي عن بكاري جسامه، ومن صفحه مكتوب عليها الاهلي نادي القرن الحقيقي. يعني انت متخيل كمان اسم الصفحه، فاحيانا الموضوع بيجبرك. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت بتتكلم ان بكاري جسامه حكم سيء وليه وقائع قبل كده، طب ما بنفس المنطق اللي انت برضو اتكلمت بيه تعال بقى نكلمك بمنطقك. انت اتكلمت عن سيكازوي اللي احنا كنا عندنا وقعة فساد واضحة ليه في اول اغسطس ومباراته مع الترجي واللي حصل له ايقاف فيها، يعني عندنا وقعة فساد اكيدة. جيت انت بعد المباراة طلعت قلت ايه؟ ان هو كان حكم ممتاز. احنا بقى بنقول لك رسالة، طب ما تستنى، ما يمكن بكاري اللي بقى حكم الفار حكم ممتاز. بنفس المنطق مش من حقك تتسرع في الحكم. ده اللي احنا بنقوله، النادي الاهلي لما بيتكلم عن حكم او بيستاء من حكم او بيتخوف من حكم بيكون في موقف سلبي مع النادي الاهلي، لكن ما كناش بنشوف ابدا النادي الاهلي بيعترض على التحكيم من قبل التعيين خالص، ولا حتى دلوقتي بنشوف، ولكن جماهير النادي الاهلي من حقها تبدي تخوفات. لكن لما انا امر ببطوله سوبر افريقي بخسرها بحكم يثبت بعد كده رشوته، ولما اخسر بايد انرام وعن ترجي ويثبت رشوته، فلازم انا كجماهير النادي الاهلي اتخوف، وكمان من بكاري جسامه له مواقف سلبيه معايا فلازم انا اتخوف منها. لكن هو ما كانش له مواقف سلبيه مع الكابتن خالد، لكن انت بتخوفك من بكاري جسامه اصلا رايك في بكاري جسامه كحكم ايه؟ نشوف الفيديو. ايه سبب خساره الاهلي في كاس افريقيا؟ هو ايه سبب ان بكاري جسامه حكم اكثر من رائع وحكم خمس نهايات متتاليه وصعد بمصر كاس العالم بضرب الجزاء في الدقيقه 94؟ وايه سبب ان بكاري جسامه بقى مرتشي؟ وهل فعلا الحكم كان هو الاساس في عدم استطاعة نادي الأهلي الفوز بالبطولة؟ وهل بكاري جسامة هو اللي حكم اللقاء الأول اللي انتهى بالتعادل 1-1 ما بين النادي الأهلي؟ هو بكاري جسامة لما الأهلي يعترض عليه يبقى حكم من أفضل الحكام، وأسباب اعتراضكم إيه؟ طيب لما يتعين نادي الزمالك الحق ده حكم مغرض، طب غيروا بكاري جسامة يا كابتن خالد وجابوا لك السنغالي نضاي، لا ده جاي لغرض ايضا وهيحطه بكاري. هي دي المشكله، هي دي المشكله، ان انا عندي ازمه دايما من قبل المباراه ما تتلعب وما عنديش اي مواقف سلبيه مع التحكيم. كنا حابين نلقي الضوء على النقطه دي تحديدا عشان نوضح الاختلافات والفرق بين التعامل الاعلامي مع اللي بيحصل في الكاف في نادي الاهلي وانديه منافسه. طبعا دلوقتي هنطلع فاصل، هتقدر تمسك الموبايل ونرجع بعد الفاصل وفقره المنتدى، اوعى تروح في احد. ورجعنا لكم واخر فقراتنا ريمونتادا. حان وقت، قبل ما تبدا الحلقه حلوه بتاعه فرج ممدوح فرج دي هوب سلام. ورجعنا لكم فقره ريمونتادا، وحان الوقت ان احنا نسقط اكذوبه يعني بص مش بتتنقلها الاجيال، اي حد عايز يلاقي سبب بيقول الاكذوبه دي. نطلع ونسمع المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي استاذ علاء وحيد قال ايه ونرجع نعقب.
نوفمبر لابد تكافؤ الفرص كامل. الاسماعيلي هيروح لاعب المحله في المحله، الاهلي يروح المحله يلعبها في المحله. تمام. هنلعب في ملعب اتحاد الشرطه مع البنك الاهلي، الاهلي يروح ملعب اتحاد الشرطه يلعب البنك الاهلي. هي دي العداله اللي انا بطالب بيها اتحاد الكره، الاهلي يجي يلعب ماتشاته في الاسماعيليه ويشرفنا، والاسماعيلي يجي يلعب في استاد القاهره او استاد الاهلي. ونجيب ده هنا ونجيب ده هنا، وعادي احنا بننظم المسابقه واحنا قاعدين على الهواء. قصه ملهاش علاقه برغبه النادي الاهلي في حاجه، القصه كلها لها علاقه بالامن. النادي الاهلي مش هو اللي بيحدد ملعب المباراه، عشان حضرتك بتتكلم في العداله، واتحاد الكره بتصريحات رسميه اتكلم قبل كده اكتر من مره ان الموضوع خاضع للموافقات الامنيه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله يلعب في الاسماعيليه، النادي الاهلي بطل للدوري للمره 42، وده اللي لسه بنقوله في اول الحلقه، وهو بيلعب في الاسماعيليه، وهو بيلعب في بورسعيد، وهو بيلعب في اي مكان، لان زي ما قلنا دي القاعده. فبالتالي النادي الاهلي الموضوع مش خاضع ليه. وبعدين سؤال، هو النادي الاسماعيلي والنادي المصري بيلعبوا فين؟ مواجهتهم المباشره بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في برج العرب. كان اولى وادعى ان حضرتك تتكلم في النقطه دي. الفريقين من القناه، من خط القناه، وبييجوا يلعبوا في برج العرب لاسباب امنيه. اذا بالمنطق المجرد لازم افهم ان الموضوع له علاقه بالموافقات الامنيه. وقبل كده اتقال لحضرتك هات الموافقه على ملعب الاسماعيلي والنادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، ودي التصريحات الرسميه، وهو ده اللي عندنا. بنفضل نتناقل الفكره وكان النادي الاهلي ليه مصلحه في عدم اللعب في الاسماعيليه، وكان ده هيقلل من النادي الاهلي في حاجه. تصريح حسام زناتي واضح، ارسلنا جدول عودة الدوري إلى الجهات الأمنية منذ 10 أيام وفي انتظار الموافقات النهائية. سيدي الفاضل، النادي الأهلي لا يحدد أماكن لعب المباريات حتى فيما يخص هو. أوقات كتير جدا كنا بنحب نلعب في استاد معين وفي بطولات إفريقيا، وما كناش بنقدر لأسباب أمنية نلعب في الاستاد. هو الحقيقة فارس، لا النادي الأهلي ولا حاليا اتحاد الكرة، لأنه واضح جدا خلاص المفروض أنت بقيت عارف مين اللي بيحدد الملاعب، والأمور خلاص بقت لازم موافقة الأمن على الملاعب، ولازم موافقة الأمن أن النادي الأهلي يروح يلعب في الإسماعيلية أو يروح يلعب في بنك الأهلي أو يروح يلعب في استاد معين الإسماعيلي بيروح يلعب فيه. فالأمر ملوش علاقة بالنادي الأهلي، بس ده لا يعني اطلاقا اننا هنا مش بنحترم اراء النادي الاسماعيلي، مش بنحترم ان انت فكره تطالب بالمساواه والعداله، ولكن في اطار تبقى فاهم الظروف ماشيه ازاي، وان النادي الاهلي بعيد عن الموضوع ده، وخاصه ان النادي الاهلي في الاسماعيليه حقق نتائج كبيره جدا بالفوز بالسداسيه مرتين والفوز باربعه اكثر من مره. فالموضوع مش مرتبط بفكره ان انا اروح العب في الاسماعيليه بقدر ما مرتبط بفكره تاريخيه على مسؤولي الاسماعيلي ان هم ينقلوها لجماهير النادي الاسماعيلي، لان النادي الاهلي النادي الاسماعيلي ما بيتعرضش لظلم امام النادي الاهلي. اللي بيحصل واللي بنشوفه الموسم ده في النادي الاسماعيلي بدون تدخل النادي الاهلي في انه يجيب لاعبين من الاسماعيلي زي ما كان بيتقال سابقا، ودي كمان مباريات الاسماعيلي في الموسم ده 5 فوز 4 هزيمة 6 تعادل، يعني في 10 مباريات فشل ان هو يحقق الفوز على ملعبه في الاسماعيليه مع فرق اخرى غير النادي الاهلي. سجل 23 هدف، استقبل 19 هدف، وفقد 24 نقطه، فقد 24 نقطه. بتوضح ان المشكله كانت عند النادي الاسماعيلي، واتمنى المسؤولين في النادي الاسماعيلي يصدروا لجماهير النادي الاسماعيلي الحقيقه، مش شماعه النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو الاكثر تضررا من عدم اللعب في الاسماعيلي. وده مش كلامنا، ده كلام رئيس لجنه مسابقات الاسبق الحاج. نطلع نشوفه عامر حسين ونرجع مع بعض. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا، كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. اعتقد الكلام واضح جدا من الحاج عامر حسين رئيس لجنه مسابقات الاسبق، اللي كان بيتعرض لظلم شديد جدا، ولما اتغير وجا حد مكانه عرفوا كويس جدا ان الراجل ده كان شغال بالفعل لخدمه الدوري المصري بشكل ما فيهوش الوان. والحقيقه بقى واضح جدا مين المتضرر، النادي الاهلي قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي الخاصه بالنادي الاهلي تتلعب في القاهره، ولكن نادي الاسماعيلي هل قادر على انه يجيب الموافقه الامنيه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي تتلعب في الاسماعيليه؟ مش بيحصل. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان النادي الاهلي بيتعاقب، والمباراه اللي المفروض يلعبها في القاهره امام الاسماعيلي بيروح يلعبها في برج العرب. اعتقد وضحنا الصوره بشكل كافي، واذا عدتم في الامور ده هنعود مع كامل الاحترام والتقدير
لجماهير الاسماعيلي واهل الاسماعيلي، لكن عندنا موضوع تاني يا فارس اعتقد حابين نتكلم فيه بشكل مختلف تماما. حابين نختم ببناية الحلقه كابتن احمد حسام ميدو اللي بدا تجربه اعلاميه اتكلم فيها عن ان هي هتكون مختلفه، واحنا صدقناه وكنا في البدايه شايفينها فعلا مختلفه، الى ان غير كل حاجه، الى ان بدل كل حاجه وتحول لنوع من الاعلام غريب جدا على عكس ما هو بيروج. نشوف الفيديو ونرجع نعقد. انا يعني واخد قرار زي ما انا قلت لكم، انا مش هتكلم في اي مشاكل تخص نادي الزمالك بره الملعب، وعلى فكره عندي معلومات كتيره جدا فيما يخص المشاكل اللي موجوده جوه نادي عند نادي الزمالك بره الملعب، لكن مش هتكلم فيها دلوقتي. الحديث عن فرقه الزمالك فقط فنيا، مفيش اي حاجه فنيا وملعب وتدعيم الفرقه، لان انا شايف ان ده دورنا، مش دورنا ان احنا نتكلم في اي حاجه تانية. وقلت الكلام ده قبل كده، وطبعا انتوا عارفين ان انا عملت الحمله والكامبين بتاعه الزمالك اولا، والحمد لله كل الناس يعني مشيت ورانا في الحمله دي على السوشيال ميديا، وفي ناس كتيره في البرامج اشتغلت ورانا في الحمله دي، وانا ده ايمانا مني ان ده اللي الزمالك محتاجه دلوقتي. الزمالك دلوقتي محتاج الدعم، دعم الفرقه فقط، الفرقه، ومحدش ياخدنا في مشاكل بره الملعب. الزمالك مش محتاج نعقب على اي حاجه بره الملعب، بس في نفس الحلقه وبعدها بدقيقه كان في كلام تاني. لا التعقيب انا ده، نطلع نسمعه هو الكلام التاني، نطلع نشوف كابتن احمد حسام ميدو في نفس الدقيقه في نفس الحلقه بيقول ايه. الامور في الاهلي هاديه جدا، في هدوء كبير. طبعا احنا اتكلمنا امبارح باستفاضه عن التصريح رمضان صبحي والناس والرد، وجبنا شريف اكرامي معانا، وجبنا علي صقر الايجنت بتاع رمضان اتكلم معانا، لكن خلاص الموضوع ايه، الاهلي بيطفي مكان يعني زي ما بيقولوا، والامور سهله جدا، والامور في الاهلي هادي جدا. احنا بنشكر النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي اننا قادرين نطفي مكان وما نسمحش باي مشكله تحصل تتناولها اي حد اعلامي. كان الكابتن احمد حسام ميدو بيحاول ان هو يجيب مداخلات ممكن بعد لقاء احد اللاعبين السابقين في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مركز في هدفه، مركز في بطوله افريقيا، وكلنا ان شاء الله باذن الله منتظرين 27 نوفمبر نحتفل باذن الله بالفوز ببطوله افريقيا. نشوفكم في حلقات جديده من الاهلي خط احمر. سلام.